انا صار لي ميكروبين انتبه يا دكتور. ما عاد نشوفه. صباح الخير طلاب. صباح النور دكتوره. هاي جروب بي، صوتي واضح مو صحيح ماما؟ نعم دكتوره صوت واضح. اي نعم دكتوره صباح النور واضح. بس هنضبط لكم شويه الصوت. جروب اي ماما سمعوني لو استخدم سماعه في كل مره. جروب واضح صوتي؟ دكتورة يمي روحي. يجوز من يمك ماما النت. بقية جروب اي صوتي واضح؟ هسه انا بالنص حاطة حاسبة منها حاسبة منها حتى الصوت يتوزع على الحاسبتين. جروب اي ماما صوتي واضح؟ بقية لا. يمكن ما جاي يسمعوني. بالله اكتبوا لي على الشات جروب اي. لا مو انا راح اخذ الوضعيه اللي راح اشرح فيها المحاضره. حتى اذا ما هاي استخدم سماعه. جروب اي. هاي جاي تكتبون دكتور يمكن على الشات. هسه واضح، اوكي واضح واضح تمام 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 تمام، حتى مو نشرح وبعدين تضيع اللي ما تسمعون شيء. نبدي وياكم اليوم محاضرات اثنين هي على البروتين سينثيسيس، شلون يصنع البروتين انسايد ذا سيل والميكانيزم مالته، يعني ان جنرال البروتين ان جنرال. راح ناخذ المقارنة ما بين الكونستيتيف والريجوليتوري سكرتري باث واي و اوفر فيو اوف ذا سكرتري باث واي ان ماميليان سيلز اند بروتين موديفيكيشن ان ذا اندوبلازميك ريتيكولوم اند بولجي كومبلكس. و ال صوتي بعيد انا استخدم السماعة احسن كل مرة. صار صار هسه هسه دقيقة هاي الا دكتورة. نعم ماما نعم دكتورة ما نسمع اي صار صار صار. هسه راح استخدم السماعة باللابتوب الثاني الجروب والجروب الاول لكل مرة مثل ما كنا نسوي. صار هاي ليفت صح. راح ناخذ عملية البروتين هاي كلها بعدنا بالليرنينج اوتكم. اي بعد اي اوكي هاي كلنا احنا بعدنا بالليرنينج اوتكم مالتنا بعدنا ما بدينا بالشرح. وناخذ البروتيوليتيك بروسيسنج بلاي الرول مالتها ان ذا فورميشن اوف امبورتنس كريتد بروتين. اول شيء راح طلاب بصورة عامة احنا هي شوية اليوم راح تشوفونها نوعا ما نوعا ما مثل بقية محاضرات الام جي دي شوية جافة المحاضرة، بس احنا راح نبسطها لكم بشكل يعني مبسط. انتبهوا وياي بالشرح ماما، لان اللي يجي يقراها بدون ما ينتبه للشرح يشوفها كلش صعبة وما تنحفظ مزعجة. فانتبهوا شوية ماما وياي. احنا البروتينات اللي تصنع داخل الخلية بشكل عام قسم من عندها تبقى داخل الخلية بالسيتوبلازم، يعني بالنيوكلياس بالميتوكوندريا او البلازما ممبرين نحتاجها كريسبتر غيرها، وقسم من عندها نستخدمها للسكريشن برا خارج الخليه. فاحنا هنا البروتين اللي مصممه للصنع في للبلازما ممبرين او للايسوسوم او للبولجي او الاندوبلازما راتيكولوم او للسكريشن خارج الخليه، هاي تصنع وين مكانها؟ بالرايبوسوم اسوسييتد والاندوبلازما راتيكولوم، يعني بالرف اندوبلازميك راتيكولوم اللي موجوده مباشره بعد النيوكليوس. اما البروتينات اللي شغلها او اي يعني الخليه تسويها وبعدين يصير فيها انسيرشن بالنيوكليوس او بالميتوكوندري او بالبيروكسيسوم تصنع اون ذا فري رايبوسوم. هاي بس مكانات يعني كل وحده من البروتين وين تصنع بالضبط انسايد ذا سيل.
احنا عندنا بالسكريشن مالت البروتين، يعني البروتين بعد ما يوصلنا انسايد دي اندوبلازمك ريتيكولوم والبولجي ابارتس راح يصير بيه سكريشن اما للخليه، يعني هاي البروتينات يجوز انزيمات نحتاجها بالميتوكوندريا او نحتاجها بالبلازما ممبرين او ما نحتاجها داخل الخليه نريد نطلعها اوتسايد اوتسايد ذا سيل نسميها السكريشن او سكرتاري بروتين. هنا بالسكريشن مال هاي البروتين اللي احنا نريد نطلعها خارج الخليه عندي تو باثوي، يا اما كونستيتيف نسميه سكريشن وريجوليتوري سكريشن او ريجوليتد سكريشن من اسمها ماما، هاي ما يعني مو صعبه عليكم ان شاء الله. بالكونستيتيف سكريشن هاي البروتينات بعد ما توصلنا نضمها الخليه تضمها بيزيكلز، اكيد لازم تخزنها بيزيكلز وريليز كونتينوسلي باي اكزوسايتوسيس، وهسه راح نشوفها على الرسم. مثال عليها السيرم البومي والكولاجين، هاي البروتينات بالكونستيتيف سكريشن يعني هنا الخليه تصنع وتطلعها خارجها، يعني ماكو فد شيء يسوي لها فد شيء يسوي لها ستيميليشن للسكريشن مالتها، لا بشكل مستمر من اسمه كونستيتيف سكريشن اللي هي مثل احنا هاي اللي دائما نحتاجها ما يحتاج لها اعاز مثل الالبومين والكولاجين. اما الريجوليت السكريشن هنا البروتين بعد ما يصير بيها يصنعها الخليه وتضمها بالفيزيكلز، هاي الفيزيكلز ما ترتبط ويا البلازما ممبرين وتطلع هاي البروتينات بداخلها الا يجيني سيجنال فروم اوتسايد، وهسه راح نشوف هذا الرسم كلش يوضح لنا الشرح اللي احنا قلناه. هذا هنا البلو كلر هذا اللي هو كونستيتيف سكريشن باعوا طلاب، هذا الرسم حنوضح لكم اياه. ورا ما سوينا البروتينات صنعناها صنعتها الخليه ضمتها هنا بفيزيكلز، هاي الفيزيكلز تجي من بعدها بدون اي ستيمولاي تتحد ويا البلازما ممبرين او السيل ممبرين ويطلع البروتين الى الخارج، مثال عليها مثل ما قلنا الالبومين او الكولاجين. هذا نسميه كونستيتيف سكريشن، هذا اللي هو هذا اللي هو بالبلو كلر باللون الازرق. اما الريجوليتوري سكريشن فهذه البروتين بعد ما صنعناها وضميناها بسكرتري همينا فيزيكلز مؤقتا، هاي شنو الثاني باعوا هذا الريد كلر، الثاني سيجنال الثاني، فهاي السيجنال قد تكون نيورون ترانسميتر او هرمون يجي يرتبط ويا سيل ممبرين ويصير عندي سلسله من التفاعلات، هاي ما ذكرنا لكم اياها، يعني يصير عندي ستيميليشن اوف سايكليك ان بي وغيرها نسميها السكند ماسنجر، هاي هي اللي تسوي لي الفيزيكلز تخليها تجي تتحد بالبلازما ممبرين وتطلع البروتين مالتي، هذا اسميه ريجوليتد. ليش ريجوليتد؟ لانه هاي البروتينات ما تطلع بحدها الا اذا يجيها اعاز، اعاز عصبي او هرمون يرتبط هذا الاعاز او الاستيمولاي بالسيل ممبرين ويسوي لي سلسله، هاي الاسهم الصغيره هي سلسله من الرياكشنز اللي انتم ما مطالبين بها. المهم المحصله النهائيه انه هاي البروتينات المخزونه بالسكرتري فيزيكلز تجي تتحد بالبلازما ممبرين وتطلع البروتين مالتها. عاده طلاب هذا الريجوليتد بروتين سكريشن اغلب شيء هاي الهرمونات، يعني احنا جسمنا 24 ساعه ينطي انسولين 24 ساعه ينطي هرمون جلوكاغون، لا الا اذا اكو الى اعاز معين او سيجنال معينه تتحد مع السيل ممبرين يلا هاي البروتينات المخزونه بالفيزيكلز تطلع. اما البروتينات الاخرى مثل الكولاجين ومثل الالبومين هاي تنفرز خارج الخليه عن طريق الكونستيتيف سكريشن. واضحه طلاب؟ نعم تفضل. ايه السلام. شلون عيني؟ لازم دائما شنو؟ مو هاي فيزيكلز، الفيزيكلز تدري لازم بيها سيل ممبرين، لازم بيها ممبرين عاد شلون تنهزم؟ ولا تكون هيك تايهه بالسيتوبلازم؟ نعم. يعني اي 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 دائما دائما نعم 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 دائما. نجي هسه على السيجنال سيكونس، راح نسمع بشيء اسمه السيجنال سيكونس او الليدر سيكونس. شنو نقصد بالليدنج بالسيجنال سيكونس او الليدر سيكونس؟
هذا البروتين اللي يصنع داخل الرايبوسوم يحتاج إلى سيكونس معينة. شو تسوي لي هاي السيكونس؟ هي مجموعة من البولي بيبتايد مرتبطة، يعني مجموعة من الأحماض الأمينية مسويت لي قطعة من البولي بيبتايد مرتبطة بالنيولي سينثسايز بروتين، توجه الرايبوسوم إلى الإندوبلازمك ريتيكولوم حتى تكمل عملية صنع البروتين. إذا هي structural features within the protein produced recognized by the organelle and facilitate the movement of the protein. أول طلاب مثل ما تعرفون أول ما تجي عملية السينثيسيس مالت البروتين بالرايبوسوم، من يجي المسنجر ار ان اي جايب له ترجمة معينة من الدي ان اي يترجمها هنا يسوي لنا تسلسل بالأحماض الأمينية وبروتين معين. نريد هيك ريسبتر، نريد هيك انزيم، نريد هيك هرمون بروتين، واضح؟ فهنا اول ما تبدي عمليه الصنع هنا راح يبدي عندي فالسيجنال سيكونس او ليدنج بيبتايد راح تصير عندي بالبروتين، هاي هي اللي توجه الريبوسوم الى الاندوبلازمك ريتيكولوم. هاي اسميها السيجنال سيكونس، مرات اسميها الليدر سيكونس، نفس الشيء نفس الشيء يعني هي. هاي دايركت البروتين تو لوكيشن وير ات كان بي موديفايد in order to become functioning protein. يعني هو البروتين مو بس مجرد primary structure، مو بس هو تسلسل بالأحماض الأمينية وهي ينتهي صار عندي بروتين صار عندي إنزيم، لا أكيد يحتاج له إلى بعد modification و secondary و tertiary quaternary structure يلا يصير functioning، قد يصير بي modification أخرى glycosylation أو غيرها. المهم هاي وين تصير؟ تصير بالإندوبلازمك ريتيكولوم والجولجي أبراتس. فحتى يتوجه الرايبوسوم إلى الإندوبلازمك ريتيكولوم يحتاج لليدنج سيكونس. اول ما ينشئ اول ما تنشئ السلسله مالت البولي بيبتايد مالت البروتين تجي وياها هاي هم يعني تنبني هاي الليدنج سيكونس اللي تقود الرايبوسوم الى الاندوبلازميك ريتيكولوم. هاي هنا شيء يعني فشيء بسيط، هو يعني مواصفات. هي عاده تكون هاي الليدنج سيكونس متالفه من 13 الى 36 امينو اسيد. شنو بيها هاي؟ بيها 10 15 هيدروفوبيك ريسيديو، يعني نقصد امينو اسيد، يعني بيها 10 15 حامض اميني هيدروفوبيك، بيها شويه بولر امينو اسيد بالسي تيرمينال، وبيها واحد او اكثر بوزيتيف امينو اسيد بالان تيرمينال، وبيها همينة نيوترال بس عدد قليل، عاده الانين، الانين هو نيوترال امينو اسيد موجود همينة بهاي السلسله. هنا اللي هو بمكانه راح يصير الكليفج، لان هي هسه راح تشوفون هاي السلسله بعد ما هي مرتبطه بالبولي بيبتايد بالبروتين المصنع، بس احنا من ندخل البروتين الى الاندوبلازمك ريتيكولوم بعدين يجي انزيم يسوي لها كليفج بعد ما يحتاجها، بس مجرد توصلها وينتهي دورها. فهنا الكليفج يصير بهذا المكان. هاي مواصفات الليدنج بيبتايد. هسه هاي كلها راح نشرحها على الرسم بدل ما نشرح لكم اياها هيك وندوبكم على السلايد وراها. البروتين سكريشن باثوي هسه راح ناخذه، وراح ناخذ بالضبط شنو الشيء اللي حكيناه هسه. هاي طلاب السلايدات، هذا السلايد والسلايد اللي بعده هو شرح للمخططات اللي تجي وراها. خاف واحد يقول انا هذا المخطط ناسي او كذا، ترجي هذا الشرح هنا موجود بالبروتين سكريشن باثوي. اول ما تبدي مثل ما نعرف عمليه السنتسيس مالت البروتين بالفري رايبوسوم الموجود بالسيتوبلازم، بس يجي له الماسنجر، هذول هم كانوا بالسوسييت في وحده بحد السمول واللارج سب يونت، يتحدون وتبدي عمليه الترجمه وعمليه بناء السلسله البيبتيديه البولي بيبتايد تشين مالت البروتين. اول شيء هم يعني يصير هو الان تيرمينال سيجنال سيكونس اللي تونا حكينا عليها، لان هاي البروتين اذا ما صار به هاي السيجنال سيكونس ما يقدر الرايبوسوم يروح للاندوبلازميك ريتيكولوم ويكمل شغله، واضح؟ ثالث شيء السيجنال سيكونس اللي هي مالت النيولي فورم، هنا اكو عندي بالسيتوبلازم فد بارتكل اسميها السيجنال ريكوجنيشن بارتكل، سيجنال ريكوجنيشن بارتكلز، يعني هي صحيح انا مثل ما قلت لكم هاي البيبتايد او السيكونس اللي هي صايره بالبروتين المصنع الجديد ما يجي بحدها تروح تندل مكانها وتروح تقعد بالاندوبلازم ريتيكولوم، الا واحد يرصدها بالسيتوبلازم نسميها السيجنال ريكوجنيشن بارتيكل، هاي تسوي كومبلكس وياها. عرفتوا طلاب؟
وهذا الكومبلكس ها يجيبه ويجي يقعد بالإندوبلازميك ريتيكولم على السيتوبلازميك فيس إلى ريسبتر خاصة. البارتيكلز بعد ما جابت الريبوسوم وهذا البروتين المصنع وشلبته بالإندوبلازميك ريتيكولم ترجع مرة ثانية للسيتوبلازم يصير بها ديسوسيشن من ال من الكومبلكس هذا وترجع للسيتوبلازم. يتحد هذا البروتين الجديد الموجود بالريبوسوم على الكومبلكس مالته بالإندوبلازميك ريتيكولم. وهاي السيجنال سيكونس اللي هي موجودة بالبوليبيبتايد يجيها إنزيم نسميه سيجنال بيبتايديز يسوي لها كلافج بعد كافي انتهى دورها. يعني هي هاي السيجنال بيبتايد طلاب هي والسيجنال ريكوجنيشن بارتيكل دورهم بس يوجهون الرايبوسوم يجيبونه ويقعدونه بالإندوبلازميك ريتيكولم. وياي ماما حتى تفهمون الرسم وراها دورهم ينتهي البارتيكلز ترجع للسيتوبلازم حتى تجيب غيره تشتغل مره ثانيه تسوي ريكوجنيشن من جديد. والسيجنال سيكونس داخل الإندوبلازميك ريتيكولم اكو انزيم اللي هو البيبتايديز راح يسوي لك لبج بعد ما نحتاجه وتستمر عملية الفورميشن مالت البروتين inside the endoplasmic reticulum. باعوا هسه هذا الحكي مالتنا على الرسم يكون أوضح. هاي هنا أول ما باعوا كانت الريبوسوم dissociated بالسيتوبلازم من يجي هالماسنجر RNA تحدن سوية بدأت عملية صنع البروتين. هنا نشوفوا طلاب هذا اللون ريد كلر هذا الريد كلر هاي هي السيجنال سيكونس يعني ويا ما صار عندي البولي بيبتايد شين صار وياها السيجنال سيكونس. هاي ليش صارت هاي وطلعت من الريبوسوم حتى يميزها هذا اللون أصفر اللي هو السيجنال ريكوجنيشن بارتيكل يميز هاي السيجنال سيكونس. من يميزها راح يسوي وياها كومبلكس باو يسوي وياها كومبلكس فراح يجيب هذا الريبوسوم ويخليه هذا الى ريسبتر خاص بالإندوبلازميك ريتيكولم نسميها ريبوسوم ريسبتر. وشوفوا اتحدت هذا اتحدت الريبوسوم هنا ويا الإندوبلازميك ريتيكولم وهاي البروتين باعوا راح تستمر عملية صنع البروتين. هذا بالنسبة له هذا البارتيكل بعد ما نحتاجه انتهى دوره جاب هذا الريبوسوم وقعده هنا على الإندوبلازميك ريتيكولم انتهى دوره ورجع للسيتوبلازم حتى يسوي لنا دورة جديدة. وهذا الريبوسوم والرايبوسوم هنا راح تستمر باعوا هنا تستمرت عمليه صنع البروتين البولي بيبتايد تشين. اجى هذا الازرق اللي هو السيجنال بيبتايديز هذا البلو كلر هذا الانزيم اللي راح يكسر هاي السيجنال بارتيكلز. شوفوا باعوا سوى لها كلافج سوى لها كلافج انتهى دورها طلاب وكانما هاي السيجنال سيكونس ماما اللي صارت من البدايه دورها هي وهاي البارتيكلز بس على مود يوجهون الرايبوسوم ويجيبونه هنا يقعدوا. ورا ما قعد واستمرت عمليه الفورميشن مالت البوليبيبتايد تشين كل شيء انتهى دوره هي رجعت البارتيكلز رجعت للسيتوبلازم تشتغل من جديد والسيجنال بيبتايد صار بيها كلافج باي سيجنال بيبتايديز انزيم وبعدين راح تتكسر وما نحتاجها راح ناخذ شلون راح نكسرها. وهاي باعوا البروتين هنا داخل الاندوبلازم ريتيكولوم صار بي complete maturation. واضح طلاب عملية البروتين سينثيسيس كل السهلة انتوا اول ما تقروها نعم ماما راح اعيد شو اسوي اي ابطئ عود انا اليوم كلش بطيئة اسمي خالد راح ابطئ بعد اي واضحة ماما ماجد علي ماجد علي جروب بي تفضل ماما دكتورة بس ما بخصص دكتور نعم نا عندنا signal sequence on the growing polypeptide chain هم سوي direct ribosome to the ER membrane ونا عندنا GTP bond to the SRB هم direct ribosome to the نفسها هي تسميات هاي نفسها يعني نفس التسمية دكتورة نفسها تدري ليش لأن هاي العملية باعولي هاي العملية ماكو هاي يجي الريبوسوم ويقعد ويرسبتر هاي تحتاج إلى طاقة فجي تي بي هنا يتحول الى جي دي بي طبعا هي هاي اعقد من هيك شيء بهوايه بس هذا الشيء المبسط لها يعني اكو شيء شغل داخل الخليه ما يحتاج طاقه ماما
هذا هنا تعجينا الى طاقه يعني هذا وياهم الجي تي بي تحول الى جي دي بي وان اورجانيك فوسفيت. نعم ممتاز منتهين على شكرا دكتوره. طبعا انا خليت لكم اكثر من مخطط واكو بعدين حتى هذا المخطط نفسه مسوي لكم اياه مقسمينه كله على مود تفهمونه بس هي كلش سهله اعتقد هسه فهمتوها. نعيدها على السريع شويه يعني هذا هنا الرايبوسوم هذا ال40 وال60 نسميها السمول واللارج سب يونت. اول ما يجيها الماسنجر ار ان اي يطلع من النيوكليوس جايب لنا الاوامر الخليه محتاجه هيجي هرمون او هيجي انزيم راح تترجم هاي العمليه وصنعنا بولي بيبتايد ويا ما صنعنا بولي بيبتايد صنعنا سيجنال بيبتايد هاي الحمراء باعوها طلاب يجي الاكو بالسيتوبلازم بارتكلز خاصه لهاي السيجنال بيبتايد تسوي وياها كومبلكس وتجيبها حتى لا تروح لا منا ولا منا تجيبها توجهها الى الاندوبلازمك ريتيكولوم وتقعدها بهذا الريسبتر مالتها عندها ريسبتر خاص. هاي البارتكلز بعدين راح ترجع للسيتوبلازم على مود تسوي لنا ريسايكل من جديد وهذا الرايبوسوم ويا الاندوبلازمك ريتيكولوم راح تستمر باعه استمرت عمليه الصنع جاي طول السلسله مجرد ما هذا دخله باعه هذا اللون الاحمر هذا السيجنال بيبتايد يجي له انزيم اللي هو السيجنال بيبتايدز يسوي له شطر او فصل او كليفج بعد ما يحتاجه هاي هي ما نحتاجه كافي هاي هي شغلك خلص انك جبت اللنانه راح تستمر عمليه الفورميشن مالت البولي بيبتايد تشين هاي تستمر وتستمر وبعدين راح ناخذ يعني شنو الموديفيكيشن اللي يصير فيها هاي عندي اثنين بجروب بي رافعين ايدهم منو ماما تفضلوا السلام عليكم. عليكم السلام اهلا ابني دكتوره بس النقطه السادسه بالشرح مو بالمخططات ممكن يعني توضيح هاي هسب هاي هاي نيسنت بروتين هذا البروتين الجديد اللي صار عندي تستمر عمليه الفورميشن مالته هي تبدي بالرايبوسوم طلاب بس السلسله الطول ويطلع يعني انا ايش قد محتاجه طبعا هو كل بروتين له تسلسل من الاحماض الامينيه معين واحد من جزء 30 واحد 50 واحد كذا وين تستمر هاي العمليه مالت البناء داخل الاندوبلازميك ريتيكولوم عرفتوا هاي وحتى مكتوبه عندكم ماما هنا جوا باعوا هذا بالشرح سينثيسيس اوف ذا نيسنت بروتين كونتينيو اند ذا كومبليتد بروتين از ريليز انتو ذا لومن اوف رف اندوبلازميك ريتيكولوم هاي تعرفوها المصطلحات ار اي ار يعني رف اندوبلازميك ريتيكولوم باعوا هاي هاي موجود هاي خاف شوية تنسون مثلا الشرح مالتنا أو كذا ولا هو ما ينسي للي يعني هسه يشوفه مرتين ثلاثة جايين عيدا بعد ما ينسي بس ما يخالف هاي الخطوات كلها موجودة هاي أول شيء عملية الترجمة translation of the protein بتبدي بالسيتوبلازم وهاي هنا بالريبوس هاي هذا الحكي بالسيتوبلازم وهاي الاندوبلازمك ريتيكولوم بعدين السيجنال بيبتايد emerge تطلع بقى هاي السيجنال بيبتايد الحمراء بعدين هاي شوفوا بالشرح موجودة البارتكلز راح تتحد وياها signal recognition particle هاي الجوزية اتحدت وياها وصار عندي complex واجت وين بعدين جابتها قعدتها على receptor خاصة بالendoplasmic reticulum رقم أربعة signal recognition particle is released يعني راحت انفتحت من الكومبلكس كافي بعد جابتها خلصت مثل العربانة رجعت للسيتوبلازم تشتغل من جديد وتستمر هنا برقم أربعة عملية الفورميشن مالت العفو قبل لا يستمر هذا السيجنال بيبتايد راح تنشطر باعوا هسه هذا اجا هذا الانزيم بيبتايدز راح يشطرها ويكسرها يعني يفتحها من السلسلة هاي من بولي بيبتايد مالت البروتين وتستمر عملية الصنع مالت البروتين باللومن مالت الرف اندوبلازمك ريتيكولوم كل السهلة اوكي طلاب احنا ان شاء الله هم يعني من نخلص المحاضرة اللي عنده شيء يعني سؤال احنا اليوم ما عندنا سمول جروب راح ماكو اشكال هاي هنا همينا اعتقد صارت واضحه لو هم تريدون بعد نعيدها هاي مفصله وحده وحده هاي هنا عمليه باعوا الماسنجر ار ان اي هذا الشيء صاير حلزوني هنا داخل الرايبوسوم بدا الرايبوسوم يشتغل ويطلع لي النيسنت بولي بيبتايد وراسا سوالي اول ما سواها هاي بالحافه بالطرف هي السيجنال بيبتايد باعوا هسه هاي المأشرين هاي الصورة ثانية ملاحظوا هاي السيجنال بيبتايد شنو شافتها بالسيتوبلازم رأسا السيجنال ريكوجنيشن بارتكل سوت وياها كومبلكس حتى ليش حتى تجيبها اي الجهاز كله الرايبوسوم وهذا
كلها تجيبه وين؟ الى ريسبتر موجوده بالاندوبلازميك ريتيكولوم، قاعدتها باعوره، قاعدتها النانا وين؟ بالريسبتر مالتها. انتهى شغلها. هاي الصفرة البارتيكلز ترجع للسيتوبلازم. هاي ورا ما قاعدتها وصار هذا الكومبلكس اللي احنا مثل ما قلنا يحتاج طاقة هاي العملية. هاي رجعت الصفرة للسيتوبلازم البارتيكلز. بقى عندي هاي بالحافة شنو عندي؟ السيجنال بيبتايد. اجاني انزيم اللي هو السيجنال بيبتايدز سوالها كلبج بعد كافي ما نحتاجها، واستمرت عملية الفورميشن مالت البروتين انسايد الاندوبلازمك ريتيكولوم، وهذا باعوا خلصنا من عملية البروتين صنع بالرايبوسوم، صار بي ديسوسيشن رايبوسوم بالسيتوبلازم، وراح كل شيء رجع الأصل. وهنا أنا راح هنا بعدين هسا احنا السلايدات اللي بعدها راح نشوف شنو راح يصير عندي بهاي البوليبيبتايد انسايد ذا اندوبلازمك ريتيكولوم. كل السنة ولا ما صار عندي البروتين طلاب، يعني احنا هسه صارت عندنا بس مجرد السلسله البولي بيبتايد تشين، اكو فد موديفيكيشن لازم يصير بالبروتين حتى نقول عليه ماتشور، يعني مو بس تسلسل بالامينو اسيد، لازم بيصير موديفيكيشن. قسم من هاي الموديفيكيشن يصير بالاندوبلازميك ريتيكولوم، وقسم يصير بالجولجي ابراتس. شنو هي هاي الموديفيكيشن طلاب؟ اول شيء بالاندوبلازميك ريتيكولوم راح يصير عندي الان لينك جلايكوسيليشن. من اسمها جلايكوسيليشن يعني اضافه كربوهيدرات جروب الى الامينو اسيد، ترتبط وياها باصره نسميها جلايكوسيديك بوند. واضح؟ هاي وحده من الموديفيكيشن اللي تصير بالبروتين. والشيء الثاني هو نفسها احنا ريموفال مات السيجنال سيكونس باي سيجنال بيبتايدز، يعني مجرد انه احنا سوينا كلبج الى السيجنال سيكونس باي سيجنال بيبتايدز، هاي هم يعتبر موديفيكيشن، واحده من الموديفيكيشن اللي تصير بالاندوبلازميك ريتيكولوم. واضح طلاب؟ وبالجولجي اباراتس يصير هناك كان صار عندي ان لينك بالاندوبلازميك، بالجولجي اباراتس يصير عندي او لينك جلايكوسيليشن، يعني هنا هم راح يصير عندي اضافه كربوهيدرات الى السيرين او الثريونين الى الاو اتش جروب مالت الحامض الاميني الموجود بالبولي بيبتايد تشين. يجي لك يعني ليش يصير هذا الشيء؟ مو ما قسم من البروتينات اذا ما يصير بها هذا الشيء ما تشتغل، يعني ما تعتبر هي فانكشنينج. لازم يصير بها هذا الموديفيكيشن هالترتيب هذا، يلا نعتبرها هي فانكشنينج بروتين. او اكو شيء ثاني يصير بالجولجي اباراتس غير الجلايكوسيليشن، ممكن يصير سلفيشن، يعني نضيف لها سلفر جروب، هاي كلها بالجولجي اباراتس، او ممكن يصير بيها فوسفوريليشن، يعني نضيف لها فوسفيت جروب، او ممكن يصير بيها بروتيولايسيس اللي هي شطر. وهسه راح ناخذ همينه شلون هاي البولي بيبتايد تشين اذا يصير بيها شطر او فصل جزء من عندها يلا تتحول الى اكتف بولي بيبتايد تشين. نخلي الاسئله بعدين لما نخلص المحاضره. مو ايه نعم ماما ايه ها طبعا 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 اشكال اكيد ايه. كل بروتين الا اضافه معينه، اكو بروتين الا ينشطر، اكو بروتين كذا، مختلف الانواع. وان شاء الله خلوا يمكم ورقه وقلم حتى من نخلص المحاضره نفتح باب المناقشه. اذا نعم نعم ايه شنو عم الرفع اندوبلازميك ريتيكولوم ايه طبعا ايه نعم ماما نعم 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 اكيد اكيد تمام مو اشكال نعم ماما. نجي على عملية الجلايكوسيليشن. مثل ما قلنا الجلايكوسيليشن هي attachment of carbohydrate group إلى البروتين عن طريق الجلايكوسيديك بوند. طبعا مثل ما قلنا بعد ليش نعيد لكم الشرح، هي هاي عملية مهمة على مود البروتين يصير regulated functioning عرفتوا stability مالته، لازم يصير بها هاي الجلايكوسيليشن. أي خربطة طلاب بهاي الجلايكوسيليشن اللي احنا مرات نمشي على بعض الأمور يعني نعتبرها هي مو مهمة، صراحة هي مهمة جدا. واحدة من الأمثلة إنه هي إذا صار عندي defect
بالجلايكوسيليشن ممكن يصير عندي سيفير او فيتال ديزيز. مثلا مرات يصير عندي مشكله بالفوسفوريليشن مالت المانوز شوجر، المانوز شوجر اللي هو لازم يجي يرتبط ويا اللايزوسومال انزيم، طبعا هي الانزيمات كلها بروتين. فهذا اذا ما صارت عندي يعني جلايكوسيليشن باللايزوسومال انزيم راح يصير عندي هسه راح تاخذوها ديزيز معين فيتال، قد يكون اذا سيفير كونديشن. وحدة أو example من الجلايكوسيليشن اللي مثال عليها هي إضافة المانوز 6 فوسفيت إلى اللايسوسومال إنزيم. هاي مثال أو example من الجلايكوسيليشن، واللي هي إذا صار بها ديفكت بعد اللايسوسوم ما يشتغل، لا راح يروح للمكانة ولا راح يسوي لي هيدروليسيس للماكروموليكيول ويصير عندي سيفير أن فيتال كونديشن. هاي هنا نمسوي لكم جدول احنا ما بين الان لينك والاو لينك جلايكوسيليشن، كل وحده وين مكاناتها. الان لينك يصير بالاندوبلازم ريتيكولوم والاو لينك يصير بالبولجي اباراتس. الكربوهيدرات هنا بالان لينك تضاف الى الامايد جروب مالت الاسباراجين امينو اسيد، بينما هنا تضاف من اسمها او للاو اتش جروب مالت السيرين والثريونين حامض امين، يا دول بيهم او اتش جروب بتجي هنا ترتبط وياهم الكربوهيدرات. وهاي مهمه يعني هنا اللي تسوي لي وظيفتها الفولدنج مالت البروتين والسكريشن والفانكشن مالته، يعني ما تصير عندي هاي الاشياء الثلاثه اذا ما يصير بيها الان لينك جلايكوسيليشن، ما يصير بالبروتين سكريشن ما يطلع او ما يصير بيه فولدنج او ما يشتغل نون فانكشن البروتين اذا ما صار عندي ان لينك جلايكوسيليشن. واضحه هاي وظيفته. بينما بالاو لينك هاي تفيدني للستابيليتي وللاكتيفيتي مالت البروتين، ستابيليتي اند اكتيفيتي اوف بروتين، يعني هم اثنيناتهم مهمات للجلايكوسيليشن فور كومبليت فانكشنينج اوف البروتين. نجي هسه على الرول ذات بروتيوليتيك بروسيس بلاي ان ذا فورميشن اوف امبورتنت سيكريتد بروتين. شنو نقصد بهذا الشيء؟ من العنوان واضحه احنا قلنا بعض الموديفيكيشن اللي تصير بالبروتينات هي كليفج بالبولي بيبتايد تشين، يعني مؤخر جزء من عندها يلا يصير البروتين اكتف. مثال عليها الجروث هرمون، من نوخر السيجنال سيكونس مالته الموجوده بالان تيرمينال، ريموفال اوف سيجنال سيكونس من الان تيرمينال مالت الجروث هرمون هي اللي راح تحول لي هذا الهرمون من اماتشور الى ماتشور اكتف هرمون. راح تحول هاي البوليبيبتايد الى ماتشور اكتف هرمون اذا سوينا كليفج الى السيجنال سيكونس. يعني شنو معناتها؟ هنا البروتيوليتيك اكتيفيتي الطلاب يعني مرات الموديفيكيشن الوحيد اللي يصير بالبروتين هو انه احنا نوخر جزء من عنده، نشتر جزء من عنده نسوي له بروتيوليسيس. ومثال عليها هسه هذا مثل ما قلنا الجروث هرمون. بعد راح ناخذ امثله اخرى، سوموبلازما ممبرين والسكرتري، اغلبهم السكرتري بروتين يصنعون كبرو بروتين وبعدين يصير بيهم بروتيوليتيك اكتيفيتي حتى يتحولون الى ماتشور اكتيف بروتين. والامثله المهمه على هذا الموضوع هو الالبومين، الانسولين والجلوكاجون، يعني تقريبا اغلب الهرمونات. اذا مثل ما قلنا الجروث هرمون يعني اغلب الهرمونات طلاب تصنع انسايد سيل كبرو بروتين. عمليه الريموفال مالت السيجنال بيبتايد او عمليه الكليفج بالبولي بيبتايد تشين هي اللي راح تحول هاي البرو بروتين الى ماتشور بروتين. الاكزامبل مالتها مثل ما قلنا تونا اول واحد الجروث هرمون، وهسه قلنا الالبومين، الانسولين اند جلوكاجون هرمون. وخلينا بعض شويه رسومات التوضيحيه. باعوا هذا الالبومين هذا هاي بي سيجنال بيبتايد، عمليه الكليفج مالت السيجنال بيبتايد باي بيبتايديز انزيم، طبعا هذا اسمه الخاص بيورين اندوبروتيز بس هو بيبتايديز انزيم، مين يسوي الكليفج اللي تحول من برو البومين الى ماتشور البومين. اذا هاي عمليه البروتيوليتيك اكتيفيتي ايش قد مهمه انسايد ذا سيل. الانسولين، باعوا الانسولين حاليكم عليه اكثر من يعني دايجرام. ليش؟ لانه هو مركز عليه اكثر من مره بالليرنينج اوتكم مالتكم، مهم، هرمون مهم لازم تعرفون عنه كل شيء.
بعدين راح تاخذون بالتفصيل ان شاء الله شنو هو الانسولين وشنو هي السي بابتايد وشنو تفيدني السي بابتايد كلينيكلي شنو الى قسم الليفل مالتها. المهم الانسولين مثل ما حاله حال بقيه البروتينات يصنع كبولي بابتايد شين طويله سلسله بولي بابتايد وحامضه بيها كاربوكسيل جروب بيها امينو جروب وهنا بالانترمينال عندي السيجنال سيكونس كاي بروتين اخر. اول بروتيوليتيك اكتيفيتي تصير بالانسولين هي الكليفج اوف ذا سيجنال سيكونس باو طلعت هي هسه هاي لونها فايوليت كلر هاي لونها بنفسجي سو الانزيم الاندوبابتايديز او البابتايديز انزيم سوى الكليفج الى السيجنال سيكونس وطلعها. شنو بقى عندي؟ بقى عندي الالفا تشين هاي لونها فاتح والبيتا تشين هاي لونها فايوليت تقريبا وان بتوين بعضنا مرات هسه راح ناخذها الكليفج الكليفج لا مرات يصير بالطرف مال الامينو جروب او قد يكون بالطرف يعني مال بقيه البروتين قصدي مو على الانسولين او قد يكون بالكاربوكسيل جروب او قد يكون بوث بال يعني ان بوث سايد. بالنسبه للانسولين اول شيء اللي هنا صار عندي كليفج الى سيجنال سيكونس وطلعت هاي يعني هسه هذا ما يشتغل هذا كانسولين هذا ما يشتغل كهرمون طلعت من عنده اول شيء سيجنال سيكونس. بعدين شنو بقالي؟ بقالي الفا وبيتا وسي بابتايد بيناتهم صارت ثلاث آسرة نسميها دايسلفايد بوند اثنين من عندهم ما بين الالفا والبيتا باعوا هاي الاثنين واحدة نسميها انتراتشين هاي بنفس السلسلة مات الالفا تشين صارت عندي الدايسلفايد بوند. اذا باعوا الموديفيكيشن صار يعني هو احنا مثل جاي لكم انه مو بس احنا نصنع حامض اميني حامض اميني ببابتايد بوند قلنا هذا وانتهى البروتين صار لا اكو بعد وراه شغل ولا اول شيء الموديفيكيشن صار بالانسولين وخرنا السيجنال سيكونس. ثاني شيء صار بيناتهم ثلاث اواصر دايسلفايد بوند. رقم ثلاثة راح نشيل هاي اللي هي لونها هاي باعوها مو زرقاء الفاتح هاي شويه الديب بلو باعوها هاي اسميها سي بابتايد راح نسوي لها كلبج من بوث من هنا ومن هنا باعوا طلعت السي بابتايد بقت عندي شنو بس الالفا تشين والبيتا تشين اللي هم واحدة أطول من الثانية شوية تسلسل أعداد الأحماض الأمينية واحد أعتقد بالعشرين واحد بالثلاثين واحدة أطول من الثانية والفا وبيتا تشين وبيناتهم هاي الدايسلفايد هون باعوا هاي مرتبطات هاي اثنين وواحدة أكو دايسلفايد بنفس الالفا تشين هذا هسه أقدر أسميه الماتشور إنسولين هذا هو الماتشور إنسولين ورا ما طلعت من عنده السي بابتايد طلع واضحة؟ شلون صارت عندي؟ سهلة بالرسم أنا أعتقد يعني حتى أسهل من الحكي من الشرح كل السهلة هاي مثل ما قلنا إحنا هنا أنا شوية شرحت لكم إياها بس تنسون بس على الشرح يعني قد يكون الكليفج هذا مات السي بابتايد العفو مات السيجنال بابتايد بالسي ترمينال أو قد يكون بالإن ترمينال أو يكون بالبوث إند. طبعاً الإنسولين مثل ما تدرون يصنع بالبيتا سيل بالبنكرياس وأول ما يصنع مثل ما قلنا هو بري برو إنسولين يتحول إلى برو إنسولين هذا سرح أسوي لكم إياها بس الثاني وبعدين يتحول إلى ماتشور إنسولين. هذا الإنسولين أخذناه كمثال على البروتيوليتيك ليفج هذا الطلاب الجاي أسا أنا عبرت كله شرحت لكم إياه يعني بس أنا كاتبت لكم إياه بسلايد شرح بالإضافة إلى المخططات حتى ينسى المخطط أو ينسى الشرح يرجع للسلايد يقرأ باعوا هذا رسم ثاني خافي ذاك واضح ولو هذا كم واضح شوفوا هذا اللون الأزرق بالإنترمينال هاي السيجنال سيكونس هذا المركب طلاب باعوا تبوي من أقول لك شنو هو البري برو إنسولين تقول لي هو ألفا وبيتا وسي بابتايد ويا سيجنال سيكونس أربع أشياء دي واضح طلاب هذا بس تروح من عند السيجنال سيكونس يتحول إلى برو إنسولين. شنو هو البرو إنسولين؟ هو الألفا والبيتا والسي بابتايد وطبعا بدأت هنا تصير عندي الدايسلفايد بوند بالموديفيكيشن مالته وبعدين راح إذا أقول لك الماتشور إنسولين تقول لي فقط هو ألفا وبيتا
مرتبطات بثلاثة دايسلفايد بوند، طبعا اثنين بيناتهم واحدة انتراتشين بالفا نفسه طلعت من عنده باعوا السي بابتايد. واضح طلاب؟ هذا هو المراحل او مثال على البروتيوليتيك اكتيفيتي اللي تصير بالبروتين. واحسن مثال انطيناكم اياه هو الانسولين، لانه يعني هرمون مهم جدا مر عليكم كلش هوايه. هذا السؤال لكم فور ديب ليرنينج تتناقشون بيناتكم. هاي السي بابتايد اللي طلعت باعوها، هاي السي بابتايد شنو تفيدني كلينيكلي؟ يعني اقدر استفاد من عندها بالتشخيص مال الحالات المرضيه يا مرض، وشنو تنطيني انديكيشن؟ هاي اريدكم تدورون عليها وتناقشوها. نعم ماما. تريدين تجاوبي؟ اي تفضل جاوب. ممتاز. دكتوره الجروب ويا ما اسمعك. عافيه ممتاز دكتوره. عافيه ممتاز. هذول طبعا اكيد هسه اللي جاوبتني بجروب اي، يمكن جروب بي ما سمعوها، تفضلوا جروب بي والله هنسمع منكم. دكتوره جاوب. تفضلي ماما. تفضلي بجروب بي. من يريد يجاوب بجروب بي؟ دكتوره جاوب. تفضلي ماما تفضل. ما ادري ما اسمع الصوت واضح. تفضل تفضلي. تفضل دكتوره. هاي تفيدنا بتشخيص صناعه الانسولين، يعني نقيس انه اذا ايش قال لي انسولين ناضج او ما ينتج، اذا كميه السي، اذا لقينا السي تشين بالدم هو يعني اقل بروتين قاعد ينتج لنا. بس اذا قليل يعني بروتين يعني انا حتى الانسولين قليل. اذا السي بتاعي تركيزها قليل، يعني هذا الشخص من اريد الشخص صفر تايب 2 دايابيتس، تعال فيدني في تشخيص الديابيتس. نعم اذا احنا نريد نتاكد هذا المريض فعلا عنده انسولين ديفيشنسي، لازم نقيس ويا الانسولين، نقيس الليفل مال الانسولين ونقيس الليفل مال السي بابتايد وياه. لانه هي منين تجي لي؟ كل موليكيول مال انسولين وحده تطلع وياها سي بابتايد وحده، فهي تنطيني انعكاس الى ايش قد عندي تركيز مال انسولين انسايد ذا بودي، خصوصا بالتايب 2 ديابيتس بيصير عندهم ديفيشنسي بالانس. نعم ممتاز كل زين. اذا الجروبين خوش تمام. عافية شطر. هاي خلصت محاضرتنا. اي اوكي ما ادري انا على بالي عندي السايدة. هسا منو عنده سؤال؟ بنرتاح بعدين وراها وحتى ندي لكم بالمحاضرة الثانية. هاي الصور الأولى بسيطة جدا. تفضلوا ماما. نشوف منو رافع ايده ولا شلون؟ جروب اي جروب بي منو عنده سؤال؟ تفضلي. ما يصير بالفيزيكلز يلا يتحول يصير بي ماتوريشن بالاندوبلازميك ريتيكولم. يعني احنا من نضمه بالفيزيكلز مالته، لا هو صاير ماتشور بعد. كل ميديكيشن طلاب تصير بالاندوبلازميك ريتيكولم بالجولجي اباراتوس، لان اكو انزيمات الفيزيكلز اللي نضم بيها بعد ما بيها انزيمات حتى تسوي، عرفتوا؟ الشغل كله يصير بالاندوبلازميك ريتيكولم. بعد منو عنده سؤال؟ هاي هنا عندي ماجد علي زويد. لا دكتور انا نسيت السؤال. مصطفى امين، مو شفتكم رافعين ايدكم. نعم مصطفى عندك سؤال ماما؟ اوكي مصطفى تمام. بعد واضحه طلاب المحاضره؟ شرحي ما كان سريع شويه، قللت اليوم بسرعه. دكتور واضح كلش. لو يقولوا لي سريع صدق انا ما احس يوم كلش احس نفسي راح انام. دكتور عموم يعني مو سؤال بس يعني شويه ضغط بالي. تمام بالبدايه من يصير بالبدايه اي بعد ما كنت جلايكوزيليشن بنفس العمل بنفس الوقت. اي ما انتم ما تسمعون يمكن مو جروب بي قصدي. نعم تمام. دكتور جروب بي جروب اي تفضلي ماما. بشرى اي نعم اي صار هسه رجع على السلايد مال الانسولين. هذا يطلع لي من الشات بس انا اشوفه. لا لا مشترك عشان اسيتي يلا نسيت يلا مو مشكله. نعم ماما شنو سؤالك هنا؟ تفضلي
تفضل. إيه خلي بس رجع لنا الدكتور بس اسمعي. نحضر. مين يتكون البري برو إنسولين؟ يعني يجيكم سؤال كذا. أنا دائما أنبهكم على الأشياء المهمة ماما. يعني بي سيجنال سيكونس وبي ألفا بار. هاي بي سيجنال سيكونس الزرقاء وبي الحمراء. إيه وبي وبي بيتا تشين هاي العفو الزرقاء السيجنال سيكونس. وهاي الريد كلر هاي البيتا تشين وهاي الجرين كلر السي بابتايد وهاي اليلو الاي او الالفا تشين. يعني باربعه اشياء من يروح من عند السيجنال سيكونس اسميه برو انسولين اللي هو الفا وبيتا وسي بابتايد، ومن تروح من عند السي بابتايد يصير ماتشو انسولين اللي هو بس الفا وبيتا. ويصير بعدين اكتب. أول شيء بالبداية أول سلايدين الأول. لا عادي عادي لا لا صح ماما. أول شيء بالبداية دكتور. ما هذا بعد ما أنا أنت مسويتش أحسن. أول سلايدين أعتقد هذا. شنو فيه؟ السلام عليكم. ايش قد رقمه ماما السلايد؟ رقم 2؟ رقم 2 ليرنينج اوت كم؟ رقم 3؟ هذا اي 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 ايش بيه هذا؟ تفضل. ها ها ما بيها شيء، احنا قلنا البروتينات اللي احنا مصممتها الخليه انه يحصل بيها انسيرشن بالبلازما ممبرين، يعني اكو خليه مسوي بروتين تضم للبلازما ممبرين كريسبتر انزيم غيرها او لللايسوسوم او للبولجي او للاندوبلازميك ريتيكولم او للسكريشن. هاي وين تصنع؟ تصنع بالرايبوسوم اسوسييت ويا الاندوبلازميك ريتيكولم، يعني بالرف اندوبلازميك ريتيكولم. بينما البروتينات اللي تصنع للنواه او للميتوكوندريا او للبيروكسيسون تصنع بالفري رايبوسوم. هاي بس تجي كمكانات كل وحده وين يعني. عافيه. ويا الاندوبلازميك ريتيكولم ممتاز اللي هي الرف اندوبلازميك السلميه تجي وياها هاي الرايبوسومات. هسه ناخذ ريست اعتقد خوش تمام يعني معناها. تفضلي ماما. دكتوره الدايسلفايد بون هم تعتبر من ضمن المكونات مالت الانسولين اذا جبتوا لنا يعني اللي هي شلون ماما؟ ما لما شو اسمه الدايسلفايد بون هم كان نعتبرها من ضمن المكونات ولا لا يعني نذكرها ولا لا؟ ليه ايه هو مو مكونات يعني هو حتى تشلب هاي السلاسل اثنيناتهم في عافيه بالضبط فولدنج يعني حتى تشلب هاي اي هاي اخذتوها كلش بالبدايه. اول شيء انطاكم اياها دكتور حامد هو شلون يصير هذا البروتين. احنا هو البروتين بس سلسله بولي بابتايد ما يشتغل بوحده اذا ما يصير بي مثل ما يقول بالعربي يعني يصير بي طيات وكذا يصير ها يلا يصير ماتشور. هذا شلون يصير هاي الطيات ما ينفتح؟ لازم اكو اثر بيناتها. هذا الانسولين شنو نوع الاثر بيناتهم؟ هي الدايسلفايد. عرفتوا؟ نعم دكتوره شكرا. أبو البروتين كله قاعد هسه يجاوب أخصائي البروتين موجود. لا هو في دكتور أيوب أكتب. لا لازم يصير بي فولدين حاول لا سكندري فيش. نعم ماما نعم. ما يشتغل صار ما يصير أكتب. سلايد رقم 12 عندك دكتور إذا زحمة عليك. باقي دقيقة بالأشوف. نعم هذا يا رقم ما فهمت شيء ماما يا رقم بنتي. إيه هاي الكتابة كلها نفس الشرح اللي حكيت لك إياه باقي. هسه مثلا رقم 1 وين هاي يثبت؟ وين يثبت؟ يا رقم ماما بيا رقم بيا رقم يعني التسلسل مال الستيبات اي ما بيها تثبيط هاي
ها هسه فهمتك. هاي رقم اثنين مو رقم اثنين. هاي يقول لك as the signal peptide emerge from the ribosome، يعني مجرد ما هاي signal peptide تطلع من الرايبوسوم يجيها particle يتحد وياها وعلى الرايبوسوم، لأن احنا ما نريد نكمل عملية صنع البروتين بالرايبوسوم، وهنا مجرد ما تتحد وياها يقلها تعاي كملي شغلك هنا بالإندوبلازمك ريتيكولوم، واضح؟ عرفتي؟ حتى تستمر باعوا هاي السلسلة وين طالت؟ بالإندوبلازمك ريتيكولوم هذا البنفسجي مو بالرايبوسوم، بس الانيشيشن يصير هنا البروتين ينطلق. اي ينطلق اكيد وصل بي فولدينج كله بالاندوبلازميك ريتيكولوم. نعم عفوا ماما بالمصنع. اي المصنع اي يصير بالمصنع. هسه ناخذ ريست 10 دقائق لو حتى نبدا بالمحاضره. نعم دكتوره ممكن سؤال؟ نعم شلون عيني؟ دكتورة إذا ممكن هاي مثل هاي البروسيس، بس أنا إذا فهمتها على الشرح المخططات وشي تحتاج أحفظ نصا الأمور النقاط وشي وشرح، يعني يكون هسه أبسط يعني صارت يحتاج مثلا عبر من نفسي أنا فهمتها مثلا يحتاج مصطلحات بالضبط كل. لا أنا خب ما راح أقول لك أجل عدد لي المراحل ما صنع البروتين ما في شيء يعني عرفتوا أنت فهمها بس فهمها، ويعني حتى الاسئله اللي تجي عليها يعني شيء ما تفهم مو ما درخ وتقول لي اول شيء ترانسليشن ثاني شيء لا لا مو هيك يعني تفهمها ماما واعرف شنو مثلا وظيفه السيجنال سيكونس اعرف شنو وظيفه البارتكلز هاي وشنو بعدين وين تروح بس فهم فهم يعني مثل القصه قصه قصيره عرفت تفهمها هيك بس خلاص مو اقدر اقول لك تعال عدل لي المراحل مال السنتس مال البروتين. لا طبعا واضح دكتوره شكرا. احنا ما نريد نعلمكم على الدارخ نريد نعلمكم على الفيلم شايلين هم هاي بس يلا خلنا نعطيهم بس بس عندي 10 دقائق ونبدي بالمحاضره الثانيه.
Recording stopped. Recording in progress.
يلا طلاب نبدي وياكم المحاضرة الثانية. لما نسوي ريكوير صارت الدكتور تابع بس الدقائق اي والله صح. اي وقت هو كويس ما عندنا زين يلا نجي وياكم طلاب على نرجع للمحاضره نكملها المحاضره الثانيه. اول ليرنينج اوتكم بالمحاضره الثانيه ها بس الصوت تمام نعم تمام هذا استفاده اي بس واضح الصوت في البروبين إن شاء الله. إذن إحنا هسا نكمل بالبروتيوليتك أكتيفيتي مشان تحول لي هاي
البرو بروتين الى ماتشور بروتين. راح ناخذ هنا هسه شلون راح يصنع الكولاجين، اخذنا الانسولين، هسه راح ناخذ شلون يصنع الكولاجين. وطبعا الكولاجين هسه اذا اسالكم سؤال شلون يصير بي سكريشن من السيلز بالكونستيتيف لو ريجوليتوري، من يجاوبني يا شاطر؟ بالكونستيتيف بعد كونستيتيف. ممتاز ممتاز، عافية وياي رابطين تمام. الكولاجين هو عبارة عن فايبرز بروتين، يعني نوع من البروتين اللي ينطيني structural function in the body. تعرفون بعد الكولاجين وظيفته structural support in the body، يدخل بالبون بالconnective tissue بالآي كل المكانات البلد بسط، واضح؟ اي ماخذين همينا بالمحاضرات بالبداية تمام بالفايبرز والبروتين. نعم طبعا هو يشكل 25% من total protein، يعني نسبة عالية جدا inside the body. كل جزيئة من الكولاجين تتألف من 3 chain of polypeptide wound together and form triple helix حتى تنطي extra strain. إلى السلسلة الوحدة تكون ضعيفة، بس من يكونون 2 أو 3 مبرومات مع بعض راح أكيد راح ينطيني قوة أكثر، وهو هذا الشيء أنا أريده بالكولاجين، هو support، هو structural support شغله inside the body. طبعا عندنا انواع مختلفه من الكولاجين، تقريبا 28 نوع، كلها موجوده بالكونكتيف تيشو اللي هي منتشره elsewhere in the body. اكو شيء مميز بالكولاجين طلاب انه الكومبوزيشن هي كلها طبعا بروتينات وكلها متالفه من امينو اسيد، بس هنا الكولاجين تقريبا 1/3 of the amino acid هي جلايسين 1/3 و10% برولين و10% هيدروكسيبرولين، يعني نسبه الجلايسين والبرولين والهيدروكسيبرولين عالية جدا بالستركشر مالت الكولاجين. اي هسه راح ناخذها بالسنتس لو خليها لهم سؤال. قاعد يمي دكتور حامل يقول سأليهم ليش، قلت له حطيه اشرح لهم اياه بالسنتس، قال لا طيب وياه سؤال. ليش البرولين والهيدروكسيبرولين عندهم عالي والجلايسين؟ على كل الكولاجين الاورجنايزيشن مالته او الترتيب مالته انسايد ذا بودي يختلف، هو صح كله موجود بالكونكتيف تيشو، صح هو كله فايبرس بروتين، بس ترتيبه الهيئه مالته كل تيشو تختلف عن التيشو الثاني حسب الوظيفه مالت الاورجن اللي هو موجود بيها. مثلا بالفيتريوس هيومر اوف ذا اي موجود بشكل جل حتى يسوي لي سبورت الى الستراكشرز الموجوده قدامه ان فرونت اند بيهايند، احنا هنا شغله نحتاجه كسبورت فصار بشكل جل، او قد يكون بشكل بندل ان اتايت يعني الياف متوازيه حتى تنطيني قوه اضافيه، وهذا الشيء انا وين احتاجه في التندن على مود نربط الجوينت حتى لا تنطيني حركه تنطيني قوه للجوينت تنطيني فلكسبيليتي للجوينت، ترتبت بهذا الشكل. او قد تكون ستاكت سو از تو ترانسميت لايت، مثلا احنا بالقرنيه ما نحتاج انه هي تكون بيها فشي يعني مثل ما نقول شبكة أو هاي حتى تسوي لي سكترين لللايت، أحتاج فشي منظم مرتب مصفط شيء على شيء حتى لا يصير عندي سكترين باللايت اللي يجي لي من خلال الكورنية، فترتبت هذا الشكل. أو يترتب بشكل فايبرز وبأنجلز بزوايا مختلفة حتى تنطيني قوة إضافية جدا، هذا الشيء وين أشوفه بالبون. يعني هو هاي بس مجرد اختلاف بالorganization من organ إلى آخر. نجي إلى عملية synthesis of the collagen. مثل ما قلنا طبعاً هي كل عمليات synthesis مالت البروتين تجي لي بالبداية الماسنجر RNA من يطلع يجي يسوي يدخل بالرايبوسوم، الانيشيشن أو عملية الصنع البداية راح تبدأ بالرايبوسوم. هنا كل رايبوسوم راح يسوي لي وحدة من البولي بابتايد تشين، راح يصير عندي ليش؟ لأنه أنا حتى أحصل على طلاب جزيئة وحدة من الكولاجين لازم عندي 3 بولي بابتايد تشين. هاي راح تتصفط وتترتب هذه بعدين وحدة ويا ثانية، وهسه راح ناخذها بالتفصيل. أول شيء اللي راح يصير عندي هو الهيدروكسيليشن أو إضافة الـ OH إلى البرولين والهيدروكسيبرولين أمينو أسيد هنا. هاي أخليها عليكم
هاي ليش احنا ليش صارت عندي هاي عمليه الهايدروكسيليشن اللي يسويها هو الكوفاكتور هو الفيتامين سي اللي تحتاجه الهايدروكسيليز انزيم الموجوده بعمليه الصنع. صارت عندي عمليه الهايدروكسيليشن هاي بعد هاي العمليه مولا ما صار عندي هايدروكسيليشن راح يصير عندي الان لينك جلايكوسيليشن. شوفوا هاي اللون الاخضر هاي اضافه الكربوهيدرات جروب الى هاي البولي بيبتايد تشين وهي تعتبر واحدة من الموديفيكيشن مات البروتين. إذا هي بعدة مراحل راح يستمر بعض واحدة واحدة وياه إلى أن راح نشوفها شلون راح تصير يعني ماتشور مولكيول أوف كولاجين. ورا ما صار عندي الجلايكوسيليشن راح يصير عندي تترتب سيلف أسمبلي ترتيب ذاتي أو فورميشن أوف دايسلفايد بوند. إجن هذني الثلاثة بولي بيبتايد شين واحدة فوق الثانية ترتبت بهذا الشكل صار بيناتهم حتى لا ينفتحون لازم أكو آسرة ولا صارت بيناتهم دايسلفايد بوند وصارت بهذا الشكل. كل هذا الحكي بعدنا بالإندوبلازميك ريتيكولم ولا هذا الحكي كله إحنا وين بعدنا بالإندوبلازميك ريتيكولم راح تطلع هاي الفيزيكلز ورا ما صار عندي هذا التريبل هيليكس هاي الضفيرة. شوفوه هي لازم تصير بشكل ضفيرة لأن هي شغلها مثل ما قلنا هي structural support connective tissue. نقلت هاي الى vesicles هاي vesicles اجت رأسا تحدث في Golgi apparatus وراح تصير بيها بعد عمليات modification اخرى اللي هي ما صار بيها الان glycosylation راح يصير عندي all glycosylation داخل Golgi apparatus يعني carbohydrate group تجي تتحد ويا OH group مع السيرين او الثريونين. وبعدها راح يصير عندي كليفج بانزيمات البيبتايدز انزيم الى هاي السيجنال سيكونس الخضراء المنا والنانا مال تروبوكولاجين. وهنا انا صارت عندي ماتشور كولاجين موليكيول مو هي بحدها كل مجموعه كل ثلاثه راح يجن هي كل ثلاثه هاي طبعا هاي بيها ثلاثه بولي بيبتايدين وجت وياها وحده ثانيه وثالثه وغيرها يصير بيها سكريشن هاي الفيزيكلز مثل ما قلنا الكولاجين ينفرز خارج الخلية عن طريق الكونستيتوتيف سكريشن ما يحتاج له سيجنال تتحد هنا يلا طلعه مثل بقية البروتينات أو الهرمونات. هنا راح يطلع إلى المكان بالإكسترا سيلولار سبيس وراح يروح المكانات المخصصة لها يعني إحنا شنو نريده بيا مكان بالفايبرس بالكونكتيف تشو وهنا راح يصير ترتيب واحدة ويا الثانية. هسه راح ناخذ الصورة اللي بعدها هاي كلها نسميها فايبرس أسمبلي يعني ترتيب تترتب واحدة فوق الثانية حتى تنطي اكسترا سترين يعني باعوا القوة مالتها هسه راح تشوفوها اوضح بالصورة اللي بعدها. باعوا هي هاي الثري بولي بيبتايد تشين طبعا هاي الالوان الثلاثة الوردية والبراون كلر وهاي الريد كلر هاي كلها هي اللي تسوي لي وحدة موليكيول من الكولاجين. هاي الكولاجين داخل فبرل هاي اللون البنفسجي هاي الكولاجين العفو كولاجين فبرلز هاي اللون البنفسجي اللي باعوها هاي من عندها تطلع هي هاي جزيئه الكولاجين باعوا شفت متانه جاي تصورون يعني وحده منطقه يعني هاي جزيئه الكولاجين فايبرز متالفه من مئات من الفبرلز الصغيرونه والفبرلز هاي هي كل وحده بيها همينه جزيئات من هاي الكولاجين فجاي تصورون ايش قد هي. نعم ماما تفضل. ها يلا اوكي اذا هاي الكولاجين فايبرز هذا الكولاجين فايبرز هذا باعه هذا الليف الكولاجيني يتالف من هاي القطع هاي جاي تشوفوها الدوائر اللي هي فايوليت كلر هاي نسميها الكولاجين فيبرلز لان اصغر من الفايبرز نسميها فيبرلز وهاي الفيبرلز هي باعه كل وحده متالفه من عده وحدات من الكولاجين موليكيول اللي هي كل وحدة من عندهم عبارة عن تريبل هيليكس. واضح طلاب عملية الفورميشن كلش بسيطة وسهلة واضحة طلاب؟ نعم. نجي على إذا صار عندي مشكلة بالهايدروكسيليشن إذا هسه شوية بس نرجع السريع على هاي العملية مالت الهايدروكسيليشن باعوها هنا هاي عملية الهايدروكسيليشن بالبولي بيبتايد هاي كلها على مود تصير عندي بعدين آسرة بيناتهم تنطيني قوة همينة ويعني لينك توجذر. شوفوا إذا صار عندي خلل بهذا الهايدروكسيليشن راح يصير عندي فد سيندروم أو ديزيز أسميه السكير. السكير دي اللي هو بالعربي نسميه داء الأصفر بوط
هو فيتامين سي ديفيشنسي. اذا شخص يعني دائما عنده ديفيشنسي بالدايت مالته بالفيتامين سي راح يصير عنده، تشوفونه دائما يصير عنده اكيموسيس، دائما يصير عنده زرقاق، نزف تحت الجلد، دائما اللثه مالته تصير حمراء وايزلي بليدنج، بس يلزمها يعني مثلا من اللي يفرج او هاي بسرعه يطلع من عندها دم، هاي نسميها السكيربي. ويصير عنده جنرالايز ويكنس، لانه تقول احنا الكولاجين موجود كل انحاء الجسم يعني هو بالكونكتيف تشو، فكل جسمه راح يصير عنده ويكنس بالبون بالتندن بكل مكان، وراح يصير عنده انيميا لان هو دائما يصير عنده بليدنج داخل سبديرمال انترا بالجوينت هيم ارثروسيس نسميها، راح يصير عندهم انيميا نتيجه لهذا النزف المستمر. ليش يصير عنده طلاب نزف؟ لانه هاي الكولاجين الموجوده بالبلد وصل بها خلل، ما بها هيدروكسيليشن، لانه هو فيتامين سي هو اللي يزود لي بالهيدروكسيل جروب. واضح؟ فاذا ما صار عندي هذا الهيدروكسيل جروب، ما صارت هيدروكسيليشن، ماكو اصله هيدروجين بوند داخل هاي الكولاجين مولكيول، فراح يصير الكولاجين بيدفق يكون فريجايل بسرعه تتفطر، بسرعه تتشقق هاي الاوعيه الدمويه بسهوله. يعني اي هيك دعمه بسيطه بايده برجله او يحك او اي شيء، او حتى بدون هاي الاشياء بدون تروما يصير عنده نزف تحت الجلد وبكل مكان. واضح؟ فيصير عنده انيميا، وهاي كلها سببها deficiency بالفيتامين سي due to defective hydroxylation of prolein and hydroxyprolein. اوكي، مثل ما قلنا طلاب الهيدروكسيبرولين يسوي لي من نسوينا hydroxylation الى هذا البرولين راح يسوي لي stabilization الى الكولاجين triple helix، ويسوي لي انترسترون هيدروجين بون يعني اسره هيدروجينيه انترسترون في داخل السلسله نفسها. فالنقص بالاو اتش اللي يزود لي الاسكوربيك اسيد هنا راح يسبب لي هذا الديزيز اللي هو السكير. هذا هسه احنا خلصنا من عمليه شنو الموديفيكيشن السنتسيس مالت البروتين والموديفيكيشن اللي يصير بالبروتين البروتيوليتيك اكتيفيتي وشون تحول الى ماتشور بروتين، وشويه ديزيز خفيف اخذنا على مثال عليها اللي هي السكيربي. نجي هسه الى ميكانيزم اخرى بالبروتينات نسميها البروتين تارجتنج او البروتين سورتنج. اسم الموضوع ميكانيزم انفول ان تارجتنج بروتين تو سيفيرال ديفرنت سيلولار كومبارتمنت. يعني شنو نقصد بهذا الشيء؟ يعني احنا البروتين الطلاب بعد ما صنعناها وكملناها لازم تروح الى كل وحده الى مكانها. يجوز هذا البروتين لازم يروح للنيوكليوس، او هذا البروتين يروح للسيل ممبرين، او يروح للميتوكوندريا وهكذا. هنا البروتينات ما تمشي وحده اذا ما عندي فد ميكانيزم معينه اسميها بروتين تارجتنج. يعني مثل ما نقول فد شيء يصير في البروتين مولكيول حتى يوجهه الى مكانه، يقول له انت هنا لازم تروح تشتغل. اذا هي biological mechanism by which the protein are transported to their appropriate destination in the cell or outside the cell. يعني هذا البروتين حتى يروح الى البلازما ممبرين او يطلع خارج الخليه او يروح الى الميتوكوندريا اي مكان لازم تصير بعمليه البروتين تارجتنج. اي خطا بهاي العمليه طبعا هو كل مشكله تصير عندنا نشوفوها احنا نشوفها هي يعني شيء سهل، لا هي شيء صعب جدا وممكن تكون فيتال كونديشن اذا صارت عندي مشكله بالبروتين تارجتنج. هاي البروتين تارجتنج مسؤول عليها شيء اسمه التارجتنج سيجنال. تارجتنج سيجنال هي قطعه من الانفورميشن انيبل the cellular transport machinery to correctly position a protein inside or outside the cell. هاي الانفورميشن موجوده بالبوليبيبتايد تشين او in the folded protein. يعني البروتين صار وكمل بتسلسل من الاحماض الامينيه اسميها signal peptide. signal peptide شو تسوي هاي signal peptide؟ هي من عندها هي اللي راح توجه البروتين اللي صنعته الجهاز الريبوسومات والاندوبلازم راتيكولوم راح مو راح يصير دي سكريشن، فما راح يبقى هو هنا
يروح المكان النهائي لازم فيها signaling peptide، هي هاي اللي راح توجه هذا البروتين إلى مكان النهائي يشتغل. أنا عندي two type of signal peptide، واحدة أسميها pre-sequence peptide، واحدة internal targeting peptide. هاي مجرد طلاب تسميات إلها، مجرد تسميات. يعني هي اسمها signal peptide اللي هي هاي الشغل كله هسه إحنا حاشينا عليها، بس هي لها تسميات اثنين، أما نسميها pre-sequence peptide أو نسميها internal targeting peptide. وين تصير عملية هاي التارجتينج، أو وين تصير عملية هاي السيجنال بيبتايد اللي تصير بالبروتين؟ هاي تصير بالروف إندوبلازميك راتيكولوم، يعني هو موجود بالروف إندوبلازميك راتيكولوم قبل لا يصير بي سكريشن أوتسايد. هاي الروف إندوبلازميك راتيكولوم لازم هاي السيجنال بيبتايد هي موجودة بالبولي بيبتايد تشين، واضح؟ نجي ناخذ أمثلة على التارجتينج بروتين. من الأمثلة طبعاً هي كلش هواية، إحنا راح نأخذ مثال على النيوكليير بروتين، يعني البروتينات اللي تصنع بالخلية ولازم تروح تشتغل بالنواة بالنيوكليوس. هاي النيوكليير بروتين من تطلع إلها منطقة أو بيبتايد، السيجنال بيبتايد مالتها أسميها نيوكليير لوكاليزيشن سيجنال، نيوكليير لوكاليزيشن سيجنال. هاي بس يطلع البروتين بالسيتوبلازم راح يرصدها فد نوع من البروتين موجود او داخل السيتوبلازم اسمه امبورتين. هذا الامبورتين يسوي لي كومبلكس مع النيوكليير لوكاليزيشن سيجنال، ويجي يجيب هاي البروتين صاير يوديه وين؟ للنواه، عرفتوا؟ يدخله على النيوكليير انفلوب بالريسبتر مالته ويدخل هذا البروتين للنواة. هذا الحكي يجوز تشوفونه هسه شويه يعني مبهم، راح نشوفه بالرسم اوضح. هي طلاب كلها نفس الميكانيزم التارجتين، كلها نفس الميكانيزم حتى لا تدوخون بها، سواء هي نيوكليير او ميتوكوندريال او لايسوسومال نفس الشيء. يعني انا عندي البروتين المصنع، باعوا طلاب هاي جزء من البولي بيبتايد مالت النيوكليير بروتين، يعني هذا يجوز فد انزيم تحتاجه الخليه انه يشتغل داخل النواه. هذا البروتين نحتاجه انه يشتغل داخل النواه. شلون يعرف هذا البروتين يروح للنواه ما يروح للميتوكوندريا؟ بيه تسلسل خاص بالبولي بيبتايد تشين، هذا اسميه نيوكليير لوكاليزيشن سيجنال. هاي من راح يميزها؟ مو واحد هتروح لها بروتين ثاني موجود داخل السيتوبلازم اسمه الامبورتين. هاي الامبورتين تجي باعه تسوي كومبلكس ويا هاي النيوكليير لوكاليزيشن سيجنال، باعه سوت وياها كومبلكس، تجي تقود هذا الكومبلكس الى ريسبتر موجوده على النيوكليير انفلوب، ريسبتر خاصه بيها. هاي بعدين شو يصير بيها؟ هاي الامبورتين ورا ما جابتها وقاعدتها بالريسبتر مالتها، العمليه تحتاج الى طاقه، راح ترجع مره ثانيه الى سيتوبلازم حتى تكمل شغلها ودوره ثانيه، وتجيب هذا البروتين اللي هو مثلا خلينا نقول فد انزيم، هذا الانزيم جابته ودخلته وين؟ دخلته جوا انسايد ذا نيوكليوس. واضح طلاب؟ هنا هاي اللي باعوا هذا البروتين بعد ما انفصل من الامبورتين، هو كان كومبلكس هنا، انفصل هذا الكومبلكس من عنده، راحت من عند الامبورتين، بقى بس هاي السيجنال موجوده داخل النيسنت بروتين او النيوكليير بروتين، دخل النواه. وهذا الشيء اللي احنا نريده، يعني الشيء اللي اريد افهمكم اياه طلاب انه اي بروتين يوصلنا داخل الخليه حتى بعدين يندل هو وين يروح هذا البروتين، لازم عنده فالتارجتينج سيجنال. هاي التارجتينج سيجنال يميزها فد نوع من مو ريسبتر، هو فد بروتين موجود بالسيتوبلازم يتحد بيها ويسوي لها كومبلكس ويوديها الى الفاينل بليس مالتها. واضحه طلاب؟ هذا بالنسبه الى النيوكليير بروتين. تبقى شويه هسه راح تاخذون اسماء، هي مجرد اسماء يعني اسم عن اسم يختلف، بس هي كلها نفس الميكانيزم طلاب. الميتوكوندريال بروتين نفس الشيء، الميتوكوندريال بروتين
ببتايد سيجنال نفس الشيء شلون نسع قلنا عليها الان او اس مات النيوكليير بروتين، بس هنا انا هسه عندي همينه ببتايد ثانيه موجوده بالميتوكوندريال بروتين والها همينه بالسيتوبلازم الها مستقبلات اسميها تشابونز. شلون نسع شنو كان عندي انا للنيوكليير؟ كان عندي البروتين، هسه عندي تشابونز مستقبل اخر يتحد ويا هاي يوصلها الى الميتوكوندريا يسوي وياها كومبلكس يخليها تتحد بريسبتر كومبلكس ريسبتر موجوده على الميتوكوندريا ويدخل للميتوكوندريا البروتين. هنا انا بس الميتوكوندريا البروتين بي ان تيرمينال ميتوكوندريا امبورت سيكونس، يعني هذا السيكونس الموجود بالميتوكوندريا البروتين موجود بالان تيرمينال يعني بالطرف هذا الاحمر. واضح طلاب؟ اذا هذا هو الميتوكوندريال بروتين الا فد شابرونز اجى اتحد وياه هذا الازرق اجى خلاه على الريسبتر مالته بالميتوكوندريا دخل البروتين الى الميتوكوندريا. ليش؟ لانه انا هذا الانزيم احتاجه فقط بالميتوكوندريا ما احتاجه بغير مكان، لازم يصير عندي هاي الميكانيزم التارجتنج. واضحه؟ بعدين هذا الريسبتر الشابرونز يرجع مره ثانيه نفس الشيء يرجع للسيتوبلازم والبروتين يدخل. اذا هذا هاي السيجنال بيبتايد مالت الميتوكوندريا بروتين تصير بالان تيرمينال مو تصير مثل الساعه بالنيوكليير بروتين بالنص تصير بالحافه يجي بعدين عندي يصير بيها كلافيج باي بيبتايدز انزيم وهذا هو الماتشور بروتين اللي انا احتاجه داخل الميتوكوندريا. كلش عمليه سهله وبسيطه. هاي ماما اوكي هذا هو الميتوكوندريال بروتين، هذا الميتوكوندريال بروتين البي هنا التارجتنج سيجنال موجوده بالان تيرمينال بالطرف همينه لها مستقبل نسميه تشابرونز. خلينا نقول عليه هذا اللون ازرق هذا تشابرونز صار عندي كومبلكس. هذا بالرسم الثاني هو مو راح ينقل، يعني هو هاي العمليه من اتحاد اتحاد بريسبتر الها انفتحت الريسبتر الها انفتحت الريسبتر دخل هذا البروتين وين؟ جوا بالخليه. هذا التشابرونز ما يدخل، هذا بعد يطلع يروح للسيتوبلازم يجيب بروتين ثاني للميتوكوندريا والبروتين دخل بالميتوكوندريا. اذا الخليه ما تحتاج هاي التارجتنج سيجنال ممكن تفصلها بس همينه راح ناخذها وتكسرها بعدين، هاي التارجتنج سيجنال ما تحتاجها فقط تحتاج هذا الماتشور بروتين وتحول نانا هذا الى ماتشور ميتوكوندريال بروتين. شلون اجل؟ اجل عن طريق هاي السيجنالز اللي كانت موجوده دي اللي من اكتشفها اكتشفها بالسيتوبلازم شيء اسمه بروتين اسمه تشابرونز سوى معقد. هذا المعقد اجى تشلب بريسبتر موجوده بالميتوكوندريا دخل لي البروتين الى الميتوكوندريا اكو انزيم وصل لي هاي السيجمنت ما نحتاجها وتشابرونز رجع لمكانه. واضح ماما؟ واجى البروتين دخل بالميتوكوندريا وانا هذا الشيء اللي اريده. واضحه؟ عفوا ماما. نفس الشيء بالنسبه للبيروكسيسوم او البيروكسيسوم البروتين كل وحده على اسمها ما طول هي بيروكسيسوم، اذا هي بيروكسيسوم تارجتنج سيجنال واحنا هاي لو ندور عليها تطلع لنا بيرموز وحكي كلش هوايه. المختصر هي احنا كذا اختصرنا لكم اياها بيروكسيسوم تارجتنج سيجنال. همينه الها بروتين بالسيتوبلازم يلقفها راسا شنو نسمي هذا البروتين؟ الهيلبر بروتين. النيوكليير كنا نسميه امبورتين، الميتوكوندريال كنا نسميه تشابرونز، والرايبوسوم البروتين نسميه الهيلبر بروتين. هذول الرواسب اللي موجودات بالسيتوبلازم اللي هم يشوفوا لي شنو اكو هذا البروتين المن حتى يودونه. واضح ولا؟ يسووا لي كومبلكس ويا هذا التارجتنج مالت البيروكسيسوم ويا السيجنال ويجيبوها ويقعدوها بالريسبتر مالتها ويدخلون البروتين اللي جوا وهم يرجعون مره ثانيه يشتغلون. واضحه طلاب؟ كلش سهله. اذا صار عندي مشكله او كونجنيتال ديفكت بالبروتين تارجتنج او بالسيجنالينج هاي ممكن يصير عندي ديزيز. طبعا طلاب هنا كلش مهمه التارجتنج. ليش مهمه؟ يعني تصوروا انتم انزيم داخل الخليه يصنع، هذا الانزيم لازم يروح للميتوكوندريا حتى مثلا مسك بالريسبيراتوري تشين او كذا لافراز الطاقه وما وصل هذا الانزيم يقدر الانسان يعيش؟ فهاي السيفير كونديشن تكون فيتال كونديشن طلاب. هاي خلوها ببالكم، يعني عمليه التارجتنج مالت البروتين هي عمليه مهمه جدا انسايد ذا سيل. اني ديفكت بيها اذا سيفير ديفكت
ممكن يصير عندي fatal condition. بس إذا mild إلى moderate ممكن إنه المريض يصير بي surviving. فمثال عليه هنا أنا عندي Zoliger syndrome. طبعاً هاي كل الأمراض اللي تصير بالtargeting process هي genetic. طبعاً هو rare congenital abnormality. هنا البيروكسيسوم يعني ما بيها الإنزيمات اللي تشتغل تكسر الماكرو موليكيول. فهنا المريض شنو يصير عنده بعدين؟ بعض هاي الصورة الشخص يكون قبله يعني يصير عنده congenital malformation ومنتال retardation. هاي كلها يعني عندي مشكلة بال functioning peroxisome يعني ما بي الإنزيمات اللي تصنع وتخصص إنه توصل إلى البيروكسيسوم ما توصل. واضح؟ لأن targeting عنده بي خلل تصير عنده هذا الديزيز. طبعاً هي genetic or rare disease بس أنتوا لازم تسمعون عنها. الأدر ديزيز اللي ممكن يصير عندي بالمشكلة بالتارجتينج بروتين هي lysosomal storage disease اللي هي همينة autosomal recessive disease. هنا أنا يصير عندي مشكلة بالphosphorylation مات المانوز، يعني مجرد عدم إضافة الفوسفيت إلى المانوز وما راح ينضاف المانوز 6 فوسفيت إلى الهيدروليز إنزيم، فما راح يتجه الهيدروليز إلى اللايسوسوم. معناته الماكروموليكيول الموجودة باللايسوسوم ما راح تتكسر لأنه الهيدروليز ما وصل لها، الهيدروليز فيه مشكلة فيه خلل. واضح طلاب؟ هاي أهم يعني سيفير كونديشن يصير عندي سايكوموتور retardation, mental retardation, and skeletal deformities. جايين تتصورون احنا انطيناكم طلاب هاي الامثله اللي هي صحيح رير مو زايد يعني هي موجوده بس هي يعني لازم تعرف شنو الخلل اللي ممكن يصير اذا صار عندي مشكله بالبروتين تارجتنج. هسه نجي على موضوع جديد يعني مو جديد هم يعني مرتبط بعمليه البروتين سينثيسيس اللي هو البروتين ديجريديشن. الخلية طلاب تحتاج أن تكسر بعض البروتينات اللي ما تحتاجها أو هي لازم تكسرها حتى تحولها من ماتشور من إماتشور إلى ماتشور. هنا هاي البروتين degradation to keep the cell working نحتاج أنه إحنا نوخر incorrectly synthesized protein يعني البروتينات اللي بيها خطأ بالأمينو أسيد. إذا صار عندي خطأ معين بالأمينو أسيد رأساً الخلية تتخلص من هاي السلسلة البكتيدية البوليبابتايد تشين تسوي لها degradation. أو إذا دمج بروتين من يجيني دمج بروتين من التعرض البروتينات إلى الأوكسيداتيف ستريس. شنو هو الأوكسيداتيف ستريس؟ يعني هاي الخلية تتعرض دائماً إلى free radicals. صحيح احنا عندنا في النظام متكامل انسايد السيل نسميه الانتي اوكسيدنت سيستم، اعتقد ماخذينه او راح تاخذونه. الانتي اوكسيدنت سيستم يعني هذا اللي يخلصني يخلص الجسم من الاوكسيد من الفري راديكلز من الجذور الحره اللي تضرب البروتينات داخل الخليه وتسوي لها دمج. هاي البروتينات المضروبه اللي بيها خلل المتعرضه الى اوكسيداتيف دمج شلون نوفرها عن طريق البروتين ديجريديشن. وهمينا السيجنالينج بابتايد اللي حكينا عنه واحدة من الميكانيزم انه ممكن احنا الخلية تسوي لها كلافج وتوخرها وين توديها؟ فما تظل هاي بعدين بس هيجي لا تدخلها داخل فد نظام معين اللي هو نسميه البروتين ديجريديشن. تضيف لها هسه راح ناخذ السلايدات اللي بعدها تضيف لها فتاج معينة يعني مثلا عندي هذا البروتين انا ما احتاجه مثلا هذا البروتين ما احتاجه قد يكون هذا سنالينج او قد يكون بروتين دمج بروتين. الخليه تضيف له تاج معين تضيف له شويه تسلسل همينه او قطعه بروتينيه حتى يميزها المعمل مال التكسر. بس يجي هذا التاج يشلب بهاي البروتين باعوا هذا اللون الجوزي راح يستلمها هذا نسميه ديجرون ريكوجنيشن سيستم. هذا هو بالأحرى شنو هو؟ هو إنزيم ويا إنزيم بابتايديز لأن يعني كلها بروتينات من اللي كسر البروتين البابتايديز إنزيم حتى يميزها هذا الإنزيمات نحط لها هاي القطعة الخلية تخلي لها هاي القطعة وتجي بعدين تكسرها لأن إحنا هذا البروتين كده ما نحتاجه. واضح؟ إذا يا بروتينات اللي ما نحتاجها اللي هي incorrect اللي بيها خطأ بالأحماض الأمينية اللي هي بيها oxidative damage والsignaling peptide.
شون هذا البروتين يتكسر خب تجي خلية تكسر أي شيء أي بروتين صاير لا نضيف لها هاي المولكيول وهاي المولكيول أسميها اليوبيكويتين. اليوبيكويتين هاي مجرد صح شبهه أسماء صعبة بس هي موجودة ماخذين اليوبيكويتين نعم ماخذين أنتو إضافة ممتاز بالدجريديشن يقول دكتور حامد أنتو ماخذينه أنا ما أعرف نعم هذا ينضاف على البروتين حتى يحول البروتين يقل للجهاز للبابتايديز إنزيم هذا البروتين جاهز للتكسر بإضافة هاي البروتين الهن. طبعاً عندي أنا مختلف الإنزيمات مسؤولة على هاي التكسر هي من E1 إلى E3 وكل واحدة بيها آيسو إنزيم همينة كلها أنتوا هاي ما مطالبين بيها فقط لازم تعرفون شنو هي الموليكيول اللي تنضاف على البروتين وحتى تكون جاهزة للدجريديشن مالتنا inside the cell. إذن عملية اليوبيكويتينيشن هي شنو فائدتها؟ تسوي لي ريجوليشن إلى الدجريديشن أو البروتين عن طريق البروتيوسوم واللايسوسوم. طبعاً إحنا نعرف وين يصير التكسر مع هاي البروتينات بالبروتيوسوم واللايسوسوم هي يعني الإنزيمات البابتايديز إنزيم موجودة داخل هذول الجهاز العضليات الموجودة بالخلية. وتسوي لي هاي أهمية الأخرى هي coordinating the cellular localization of protein ترتب لي البروتينات داخل الخلية هذا لنا وهذا لنا وactivating and inactivating protein مثل ما قلنا جزء من الdegradation يعني إحنا من نكسر ال peptide segment من البرو بروتين حتى نحوله إلى mature بروتين هذا بهيجي حالة هاي عملية التكسر شنو فادتني حولته من immature إلى mature يعني مو بس أتخلص من البروتينات الخربانة لا همي أنا أقدر أحول البروتين من immature إلى mature بهاي العملية. هاي عملية الديجريديشن مالت البروتين هاي معروفة يمكن انتم همينا ماخذيها حتى قبل بالسادس وين تصير؟ تصير باللايسوسومال بروتين ديجريديشن سيستم والاي تي بي ديبندنت بروتيوسومال ديجريديشن باثوي بالبروتيوسوم واللايسوسوم. باللايسوسوم شنو عندي اكثر من 50 انزيم مسؤول عن التكسر مو بس فقط للبروتينات عندي البروتيز هي المسؤول عن البابتايدون للبروتين عندي الفوسفاتيز ريموفال كوفالنتي باوند فوسفات هاي تكسر الفوسفات عندي النيوكلييز من اسمها طلاب كل السهله عن الانزيمات هاي تسوي لي تكسر بالدي ان اي والار ان اي هاي مسؤوله عن النيوكليوتايد وعندي اللايبيز طبعا هاي مسؤوله عن الليبيد تكسر جزيئات الليبيد والكربوهيدرات نفس الشيء كليفنج انزيم اللي توخر هي الشوغرز المرتبط بالكوفالنت بوند ويا بقيه البروتين يسمي غلايكوبروتين أو بالليبن نسميه غلايكوليبيد كل واحدة على اسمها البروتيوسوم لا بي بس بعملية البروتيولايسيز لأن بي بروتييز إنزيم اللي تكسر لي البابتايد بوند هسه إحنا لحد هسه خلصنا من عملية الصنع والتكسر وغيرها مالت البروتينات هي أو المحاضرة واحد إذا ما يسمعها أو ما قاريها يشوفها صعبة بالأحرى هي سهلة جدا ومتشابهة جدا مجرد تسميات هذا هيجي أسميه هذا هيجي أسميه هسه ورا ما إن شاء الله ابتهمتوها هسه بالشرح هذا راح ناخذ ربط شيء وعندكم learning outcome محاضرتكم هو the mechanism of action of selecting antibiotic and the growth inhibitor إن الأنتيبايتك طلاب وتشتغل على البكتيريا من خلال عدة ميكانيزم ما طول إحنا هسه أخذنا عملية البروتين سينثيسيس قسم من الأنتيبايتك تسوي لي إنهيبيشن إلى البروتين سينثيسيس بالبكتيريا شلون تسوي لي إنهيبيشن ضعوا هذا اللون الأبيض هاي كله هذا اللون الأبيض هاي هنا أنتيبايتك تسوي لي إنهيبيشن إلى البروتين سينثيسيس أما تسوي لي إنهيبيشن بالسينثيسيس مالت الرايبوسوم مالت البكتيريا اللارج سب يونت وهاي الأمثلة عليها الماكرولايت الجلندامايسين كلورامفينيكول وغيرها او تسوي لي انهيبيشن الى السمول سب يونت اوف ذا رايبوسوم مثل التتراسايكلين والامينو جلايكوسايد اللي هي جماعه الكارامايسين الاوبر اذا سمحت بها او هنا هاي هذا الجري كلر الرصاصيه هاي هنا مجموعه الانتي بايوتيك اللي تسوي لي انهيبيشن الى النيوكليك اسيد سينثيسيس
يعني ما تخلي لي يصير عندي نيوكليوتايد، فما راح تتقسم الخليه وما راح تتكاثر، نوقف النمو مالتها البكتيريا. اما تاثر لي على بعض من الانزيمات مثل الدي ان اي جايريز او ار ان اي بوليميريز، وكل وحده انتي بايوتيك شنو تسوي لي انهبيشن ليا واحد، او تسوي لي انهبيشن الى الفوليت سينثيسيس. طبعا هنا اذا صار عندي ما صار عندي فوليت بالبكتيريا فما راح يصير عندي عمليه الدي ان اي والار ان اي نيوكليوتايد اللي تحتاج الفوليك اسيد ما راح تتكون، والبروتينات اللي تحتاج فوليك اسيد مثل الثريونين والميثايونين هم ما راح تتكون. فهنا لا راح عمليه البروتين تصير ولا عمليه السينثيسيس مال الدي ان اي والار ان اي راح تصير، فيصير عندي انهبيشن بالبكتيريا جروث فتتوقف فتشتغل هاي الانتي بايوتيك على هاي الميكانيزم. وهذا هنا بالبلو كلر هاي الانتي بايوتيك اللي تسوي لي انهبيشن بالسيل وول سينثيسيس، تخربط لي السيل وول، ما تخلي لي يصير عندي سيل وول تفجره. يعني هسه راح ناخذ الميكانيزم شلون، مثال عليها البنسلين، سيفالوسبورين، الكاردينين، والمونوباكتام، فانكومايسين، والبوليميكسين. وهاي إن شاء الله راح تاخذوها بالتفصيل أعتقد بالمرحلة الرابعة في الموديول مالت الفارماكولوجي. إحنا بس هنا لازم نتطرق لها، لأن يعني أنتوا لازم تعرفون هسه الربط مالتها ويا الانهبيشن مالت البروتين ومالت الدي إن إيه، هاي يعني هو موضوعكم أنتوا في هذا الموديول. هنا سوينا لكم إياها بشكل جدول طلاب حتى تكون أسهل لكم بالحفظ، يعني كل وحدة وشنو وين تشتغل وشنو تسوي لي انهبيشن وين. مثال هسه على البنسلين، البنسلين يسوي التارجت مالته اللي يشتغل عليه بالبكتيريا هو السيل وول، يسوي لي انهبيشن بالسيل وول. فهنا شو يسوي لي البنسلين؟ باو انترفير مع اللاست ستيب اوف بكتيريال سيل وول سينثيسيس، عمليه السيل وول سينثيسيس مالت البكتيريا المرحله الاخيره عندي مرحله نسميها الترانس بابتايديشن او الكروس لينك، يخربطها البنسلين ما يخليها تصير، فراح يصير عندي فتحات بالسيل وول مالت البكتيريا. اذا صارت فتحه راح يتغير الاوزموتيك بريشر داخل البكتيريا، فراح يعني ما يطب ويطلع بيها تنفجر وتموت. عرفتوا هاي هنا الميكانيزم مالنا يصير عندنا سيل لايسيس. التتراسايكلين لا، التتراسايكلين يسوي لي بكتيريال بروتين سينثيسيس انهبيشن، هذا يشتغل على الرايبوسوم طلاب على السمول او اللارج سب يونت، وانا اعتقد المخطط اللي قبل هذا شارح لكم كل شيء هم يلا بالتفصيل. معه هنا هاي الصوره على البنسلين اللي هو البابتايد مالته مالت البنسلين يحمل الشحنه الموجبه، سيل وول بي شحنه سالبه، فراح يصير انتر اكشن بيناتهم. بس يصير انتر اكشن شنو معناها؟ صار عندي فراغ، صار عندي قطع بالسيل وول، صار عندي لايسنس. اذا صار قطع ما يضل يطب ويطلع، الاوزموتيك بريشر راح يختلف برا وجوا، فراح يخرب باعه تفلش السيل وول مالت البكتيريا. هذا الميكانيزم اوف اكشن مالت البنسلين. وهنا بالنسبه للانتي بايوتيك اللي تسوي لي انهبيشن بالبروتين سينثيسيس، طبعا هي مو بس التتراسايكلين، باعوا هاي جماعه الماكرولايت تسوي لي تمنع الكونتينيويشن اوف بروتين سينثيسيس. القصد من هذا طلاب انه كل وحده من الانتي بايوتيك لها مكان خاص تسوي بيه انهبيشن. مثلا هاي الامينو جلايكوسايد من البدايه بالانيشيشن تسوي له انهبيشن، التتراسايكلين تسوي لي بلوك الى الاتاتشمنت اوف تي ار ان اي الى الرايبوسوم. انتم ماخذين عمليه البروتين سينثيسيس ستيب باي ستيب او راح تاخذوها، ما اعرف بعدكم ماخذيها او لا. فكل وحده تسوي لي انهبيشن بمرحله من المراحل مالت البروتين سينثيسيس، وحده بالانيشيشن، وحده بالترانسكريبشن، وحده تاثر على الانزيمات وهكذا. عرفتوا؟ كل وحده لها ميكانيزم خاصه. هاي نكمل هذا نفس الشيء الجدول، الريفامبسين يشتغل على البكتيريال ترانسكريبشن، يشتغل على يا انزيم دي ان اي ديبندنت ار ان اي بوليميريز يسوي له انهبيشن. هذا فما راح تستمر عندي عمليه الترانسكريبشن. بس شوية الاختلاف البسيط هنا على الميثوتريكسيت اللي هو يعتبر growth inhibitor مو antibiotic، يعني هذا مو مضاد حيوي، هذا كيموثيرابي طلاب يستخدمونه في علاج الأورام السرطانية وفي علاج بعض الأمراض الجلدية اللي يصير بيها
زيادة بالكيراتين مثل السورياسيس وهي أمراض بعدين راح تعطوها يستخدمون بها الميثوتريكسيت. الميثوتريكسيت ميكانيزم مالته إنه هو يوقف إحنا هاي الخلايا شو المشكلة بها سواء هي المالجنسيل أو هاي السورياسيس هم يعني هي مو السورياسيس مو مرض كبير لا الصدفية إذا سامعين بيه يعني بس يصير عندهم مثل البشرة مالتهم مثل الصدفة مالت السمج. ليش؟ لأن يصير عندهم طبقة الكيراتين تتكاثر بكثرة تصير قوية كلش قوية فإحنا نريد نوقف عملية التكاثر مال هاي طبقة الكيراتين عرفتوا نعطيهم هذا الكيموثيرابي مثلاً. هاي إيش راح يسوي لي هنا هذا الجروث إنهبيتر كله؟ هذا يسوي لي إنهبيشن إلى الدايهيدروفوليت ريدكتيز إنزيم. شو يسوي لي هذا الإنزيم؟ بقى حتى نشوفون الشرح هواي بس هو كل السهل. هذا الإنزيم يحول الفوليك أسيد إلى أكتيف فوليك أسيد. فإذا صار إنهبيشن هذا الإنزيم ما راح يصير عندي أكتيف فوليك أسيد. إذا ما عندي أكتيف فوليك أسيد هذا الفوليك أسيد أحتاجه كفور فاكتور إلمن في صنع البروتين، في صنع النيوكليوتيد مثل الأدينين، الجوانين، الثايميتين، وأحتاجه في صنع الأمينو أسيد الميثايونين والسيرين. فإذا كل هاي المولكيول توقفت، لأن هاي المولكيول كلها أحتاج لها أنا فوليك أسيد، بهيجي حالة ما راح أقدر أسوي دي إن إيه جديد، فالخلية ما راح تقدر يعني تتكاثر، فهنا أنا راح أوقف النمو مالتها. واضح شلون الميكانيزم مال أكشن مالته هذا الكيموثيرابي؟ بس عيد ما يخالف يعني هو هذا احنا قلنا كل مولكيول سواء هي انتي بايوتيك الانتي بايوتيك هسه عرفناها كل وحده ولها شغل معين. نجي على الجروث انهبيتر. جروث انهبيتر مثبط للنمو. شلون ثبط النمو هذا؟ شلون سوى لي انهبيشن الى الداي هيدروفوليت ريدكتيز انزيم. انهبيشن الى الداي هيدروفوليت ريدكتيز. هذا الإنزيم أحتاج أحول الفوليك أسيد إلى أكتف فوليك أسيد. واضح؟ الأكتف فوليك أسيد هذا الكو إنزيم أحتاج وين؟ أحتاج في عملية الصنع مال منه مال النيوكليوتيد الأدينين، الغوانين، الثايميدين، وأحتاج في صنع الأمينو أسيد الميثايوني والسيرين. ما طول أنا في عملية الصنع مال هاي القواعد النيتروجينية وهاي الأحماض الأمينية كلهن هذني أحتاج بهن الفوليك أسيد. فوليك أسيد ما عندي. ليش ما عندي؟ يعني أنا ما في ميثوتريكسيت سوي لي إنهبيشن للإنزيم اللي يسوي لي فوليك أسيد يحوله إلى أكتف. لأن أكتف ما يشتغل حتى يتحول إلى أكتف لازم أحتاج هذا الإنزيم. هذا الإنزيم معطل. ليش معطل؟ يعني أنا ما في ميثوتريكسيت. إذا بالمحصلة شنو ما عندي؟ ما عندي أكتف فوليك أسيد. ما عندي فوليك أسيد. إذا ما عندي هاي القواعد النيتروجينية ما أقدر أسوي هاي الأحماض الأمينية الميثايونين والسيرين. هنا عملية DNA عملية RNA كلها راح تتوقف. الخلية بعد ما تكون قسامات يعني أنا أحتاج نيو DNA ونيو RNA حتى أصنع بروتين. حتى إذا صار عندي RNA ما عندي مثايون ولا سيرين ما أقدر أصنع هاي الأحماض الأمينية فراح تتوقف عملية التكاثر مال هاي الخلايا. وهذا الشيء أنا أريد. يعني أنا شنو أريد؟ أريد أوقف النمو مال الخلايا السرطانية. فشون أوقفها بهاي الميكانيزم؟ طبعاً هي طلاب راح تأخذون إن شاء الله مستقبلاً بعد أدوية أخرى وميكانيزم أخرى لتوقف العمل نشاط الخلايا السرطانية. بس هذا نطيناكم إياه مثال واحد لأن يشتغل هنا على البروتينات. وإحنا موضوعنا كله هسه على البروتين وعلى DNA وعلى RNA. واضح طلاب؟ بس هنا يجي ببالنا سؤال آخر. ما طول هذا الميثوتريكسيت راح يأثر على كل dividing cell على كل الخلايا اللي تحتاج لها انقسامات راح يضر المريض تتوقعون راح يصير عنده side effect أخرى غير إنه هو يوقف هذا النمو السرطاني من يجاوبني عليها خلايا يأثر بعد وين عندي dividing cell inside the body دكتور خلايا الأظافر والشعر هم الأظافر بعد وين والشعر شعر ممتاز بعد بس هذا اللي ببالي يعني ياخذون اللي ياخذون علاج المرض السرطاني الاظافر يطعدهم والشعر اي زميلكم اعتقد مو انتم واحد ما يسمع الثاني زميلكم يقول على الخلايا الموجوده بالهير بالنيل الاظافر الشعر وبعد وين عندي يوميه احنا نبدلها الخلايا موجوده وين يوميه تقسم وتروح
سكين وبعد وبالميوكس ممبرين من الماوث للانال كافيتي. هاي الميوكس ممبرين هاي يوميه تتجدد. فهنا المريض تشوفونه اللي ياخذ كيموثيرابي ليش يصير عنده دياريه ونوزيا؟ لان عنده حتى مؤثره هذا الدواء على كل الديفايدنج سيل، حتى على الخلايا الموجوده بالميوكس ممبرين، شعره يوقع لانه ماكو بعد مو شعر جديد ماكو، لانه هو هذا الدواء ما يعرف هاي خليه نورمال هاي اب نورمال. كل الديفايدنج سيل يوقفها عرفتوا؟ فيشوفون شعر المريض يوقع، اظافيره تظل ضعيفه وبسرعه تتكسر، دياريه يصير عنده فوميتنج نوزيا، كل كسايد افكت مالت هذا الكيمو ثيرابي. حتى لا ننسى نربط، لازم احنا حتى لا ننسى مو بس نربط ونضرب. طبعا شنو سوت البكتيريا طلاب؟ البكتيريا هم يعني كائنات حيه، سوت لها ريزيستنس، ريزيستنس لمن؟ الى الهاي الانتي بايوتيك الجاي انطيها، سوت لها عده ميكانيزم حتى تقدر تعبر. هسه مثال انا لو اقول لكم اكو فد دواء اسمه الكريستالين بنسلين، هذا اول واحد من المجموعه البنسلين اللي اكتشفوه. كانوا ينطونه انجكشن، هسه ما ممكن نستخدمه حاليا، ليش؟ لان صارت لها ريزيستنس كلش قويه، يعني من ضربونه ننطي اعلى جرعه من الدواء وما يوقف الجروث مالت البكتيريا، هاي اقول عليها ريزيستنس. انطي اعلى دوز وماكو ريسبونس. شلون البكتيريا سوت هاي الريزيستنس؟ طبعا هي جينيتك ميكانيزم، جينيتك التريشن سوت لي دراج ريزيستنس وغيرت لي بالبروتين اكسبريشن. اما طورت لي انزيم بروديوسينج اوف دراج ان اكتيفيتنج انزيم، يعني تنطي انزيمات تسوي لي ان اكتيفيشن الى الدراج اللي احنا ناخذه، او تسوي لي موديفيكيشن اوف ان اكزيستنج تارجت، يعني هذا الدواء يشتغل على هذا التارجت سوت له موديفيكيشن بحيث ما يقدر يجي يشتغل عليه، او سوت لي تارجت باي باس سيستم، يعني اذا يجي هذا المضاد الحيوي يشتغل على هالجزء هذا على هالانزيم هذا، البكتيريا شنو سوت؟ ما لازم استغنت عن هذا الانزيم، جابت لها انزيم ثاني سوت له باي باس وقدرت تتكاثر، عرفتوا؟ او تقلل من البيرميابيليتي ودراج ريموفال فروم ذا سيل، يعني مجرد ما يدخل الانتي بايوتيك للخليه طرده صدره لي برا. وهذا رسم توضيحي على الميكانيزم مالتنا مالت البكتيريا ريزيستنس. اما تسوي له ريموفال للانتي بايوتيك باعه يدخل الانتي بايوتيك وطرده بميكانيزم معينه، او تسوي له ريستركشن باي انزيم خاصه لهذا الدواء تكسره، وسوت له انزيمات خاصه تكسر الدواء مثل البيتا لاكتيميز، او تسوي باي باس يجي مثلا الانتي بايوتيك هذا يجي يريد يشتغل على هاي البينك كلر، عبرته سوت لنا غير شيء استغنت عليه، هاي نسميها باي باس الى الانهبيتد تارجت او بروتين. وهنا هاي جدول بالتفصيل شويه، يعني تشوفونه صعب بس هو مو كل صعب، كل وحده من الادويه من الانتي بايوتيك وشنو الشيء البكتيريا سوت لنا اياه، مثال عليها البنسلين والكلورامفينيكول سوت لنا انزيم يكسرهم البيتا لاكتيميز حتى يكسر البيتا لاكتامرين مالتهم. هنا انا سويت موديفيكيشن باي فوسفوريليشن الانيليشن الى الانزيمات مالتها حتى تكسر الامينو جلايكوسايد او تكسر الكلوران فينيكول وغيره. نفس الشيء هنا انا التتراسايكلين والسلفونامايد، اما تقلل من الابديت مالتهم وتزيد الاكسبورت مالتها، هاي هنا نزيد الاكسبورت مالتها تقلل الافينيتي مالتها على الانزيمات، يعني الصلب يظل ما يشتغل على الانزيمات مالت البكتيريا. هي تشوفوها ماما ديفرنت ميكانيزم طويله، بس هي لازم تعرفها، انت لازم تعرفها بهاي المرحله شلون البكتيريا سوت لي مقاومه الى هاي الانتي بايوتيك. كلش موضوع حلو، بعدين ان شاء الله همين راح تاخذونه بالتفصيل وراح تشوفون كل انتي بايوتيك شلون يشتغل وليش وكذا. الربط هسه انطيناكم اياه من هسه، يعني انتم هسه جاي تاخذون موضوع الدي ان اي الار ان اي والبروتين، فلازم تاخذ كل وحده والميكانيزم مالتها. هاي هي خلصت المحاضره. من عنده سؤال طلب؟ عندنا محمد باقر لو هاي من المحاضره الاولى. محمد مو محمد وياي بروفي؟ العفو دكتورة، متروك من المحاضرة. شلون ابني؟ متروك من المحاضرة قبل شوية ما سويت ريز. المحاضرة السابقة. ها سؤال من المحاضرة السابقة، تفضل.
لا دكتور اقصد انه كنت مسوي رايز هاند وبقى يعني ناسي. رافعين ها وايد لها صداع من هسه اي تعبت ايدي لسه. يلا يا ضياء مكتوب ضياء. نعم دكتور السلام عليكم. عليكم السلام هلا دكتور. هاي الجداول اللي بالمحاضره احفظها او افهمها اللي واقفه. انا قلت والله يا ابني يعني اذا ما تحفظها العشون هي هاي ما بيتي يعني لازم تعرف كل بكتيريا شلون سوت ريزيستنس لهذا الانتي بايوتيك خصوصا هاي البنسلين هذول ترى معروفات دكتور يعني لازم تعرف شلون البكتيريا ظلت. نعم دكتورة مو بس على هذا الجدول لا اكو يعني جداول اكو بهن بفهم بس فهم وين يا جدول يعني لا قصدي اكو بهن لو الدكتورة كلهن حفظ يعني لا كلهن ماما يعني هي مو حفظ حفظ على قلبك بس انت لازم تعرف مثلا الخطوات مالت الكولاجين سينثيسز لازم تفهمها بيها هيدروكسيليشن بيها جلايكوسيليشن منو جاي يسوي لي الهيدروكسيليشن يعني هي مو راح اجيب لك انا ارسم لي المخطط مع الكولاجين هو مو هيك راح يصير ماما السؤال بس انت تفهمه وتحفظ بعض الاشياء المهمه اللي مشكور. اما بالنسبه لهاي الانتي بايوتيك لا هاي لازم تحفظها يعني. مشكور دكتوره واضح. عفوا ماما. بعد جروب بي جروب اي ما حد عنده سؤال جروب اي اي نايمين اوكي شكرا اعتقد دكتوره الهام عندهم شيء اليوم نعم شو عيني كويس بس ما لا لا ما في كويس لا ما في كويس لا لا ما عندكم موجودة عندها شيء وياهم؟ عندها شيء؟ بس طلاب شوية ابكوا ويانا يعني بالزوم، اعتقد دكتورة الهام تريد تناقشكم فشي على البدجري او بالسؤال نطيتكم اياه او هيك شيء فقالت فرصة لان هسه احنا اليوم ما عندنا سمول جروب، هسه تجي دكتورة الهام تحكي وياكم شوية، شكرا ماما، شكرا لكم. تعالي دكتورة الهام ثاني. يلا السلام عليكم طلاب. عليكم السلام دكتور. عليكم السلام. عليكم السلام دكتور. أنا قريت معظم الحلول مالتكم بالبيدجري بالتليجرام. كان أكو يعني للأسف يعني كلكم مكررين في خطأ معين. أي أخر منا وسمع. هاي سمعتها؟ أوكي. فحبيت أعرف إذا عندكم أي سؤال، استفسار. الخطأ بالبداية كان. يعني أريد كلكم مكررين نفس تقريبا نفس الحكي تقريبا. أنا أريد من واحد يكتب الجينوتايب لازم يشوف الـ next generation شنو كان بيه أكو تذكر ولا أكو أحد حامل التريت ولا تفكر هذا التريت اللي إجا للسكند جينيريشن مين إجا غير المفروض من البيرنتس يعني أنا إذا أنطي البيرنتس جينوتايب هالتي هم زايغوت هالتي زين مين إجا هذا أو أنت احتمالية إنه هو هل أريدكم تعيدون التفكير يعني راجعت يمكن
ما أقول لكم 100%، وإنما خل أقول 75-80% من الحلول مالتكم كانت كلها نفس كل منطقة نفس الاحتمال. جاي تراجعون الحل ساكتين. يا تراجعون حلولكم شنو بالكم سؤال؟ اي دكتورة دان سمعش دان راجع أي. الحل مالتنا قاعدة أشوف. يلا راجعوا لي شوفوا هذا دكتور هنا شو بسوي شير ما تنجدي لا هو لسانه يا مره دكتور حامد ريحه فنيه هو يا لا لا هذا الجيل Thank you.
طلع هسه مفتوحة عندكم كلكم جاي تشوفون الشير. نعم دكتورة واضح. نعم دكتورة واضح. يلا أنا ما راح أحل وياكم هواية، راح نأخذ الفيرست والسكند جينيريشن. منو يعطيني الجينوتايب مال الفيرست جينيريشن؟ possibility of genotype. نعم منو؟ بشرى يلا عيني. رقم واحد الميل يعني نعم very good okay زين اريد ال اريد الفيميل انت يوم راح تنطيني الفيميل يلا اعطيني الفيميل اي يعني انت شنو انطيتي هسه احتمال احكي لي اياها بالتريت والهذا شنو 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 انطيتي احتماليه الام تكون الرسسيف علما very good بعد درتي قوي عندنا ريسيسيف للهيموفيليا زين يعني انت تنطينها احتماليه لو ما تنطين زين الاحتمال الاول ريسيسيف بس للهيموفيليا الثاني شنو اثنينهم بالكالر بلايندنس بشرى فيري جود بشرى كلش حلو حقيقه انا هذا الحل ما شفت عند احد الكل منطي النورمال منطي احتمالية الهيموفيليا بس ما منطي احتمالية الكالر بلايند ليش انطي احتمالية الكالر بلايند ليش انطي احتمالية ليش تنطي احتمالية الكالر بلايند اذا انت فاهمة شنو حطيت أحد يجاوبني غير بشرى إذا بشرى أنطتنا ليش أنطي احتمالية color blindness لل female the first generation من فاتح الم بشرى كأحد يسولف وياك
رسل. يلا رسل. بالأجيال يعني الأوفسبرينج بالجيل الثالث طلع عندنا كلر بلايندنس. أي طلع عندنا كلر بلايندنس. زين زين ماكو احتمالية إنه الأب شايل هذا الكلر بلايندنس؟ أي أنت قولي لي سألي من جاني أنت شرحي لي بالشي اللي جاي تفهميني. هو السليم زين. هاي أنت رسل هسه مو؟ إحنا سؤالنا كان قالت زميلتك بشرة قالت إنه الأم هسه هي سليمة صح ولا؟ قالت أكو ننطيها احتمال يا أما إنه هي رسس للهيموفيليا مو يا أما هي أكيد هي رسس للهيموفيليا لأن يعني أكو واحد من الأبناء طالع عنده هيموفيليا زين وأكو احتمال ثاني إنه هي رسس للهيموفيليا والكلر بلاينس. أنت ليش نطيت احتمال للكلر بلاينس ليش؟ نعم اكو احتمال انه ماخذينه من الاب هذا الجيل الثالث اكو احتمال ماخذينه من الاب ليش سليم يعني شنو اذا سليم ليش هو ريسيسيف ليش ليش لعد الاب هو ريسيسيف ليش الاب ما ظهر هو ريسيسيف ماكو احتمال شايل الاب شنو واحد قولي لانه الديزيز اكستنت نسيت شيء اقول الديزيز اكستنت مو لأنه هذا إكسلينج مو أوتوسومال، لو أوتوسومال كان حتى لو ريسيسيف يطلع يظهر ممكن يحمل الأب بس ما يظهر عليه. بس لأنه إكسلينج مو أوتوسومال فلازم يظهر إذا شيله حتى لو سنجل تريت حتى لو سنجل أليل فيظهر على الأب. أوكي. بس من ينطيني الاحتمالية مال رقم 8 بالجيل الثاني. منو انتي؟ يلا منو من الولد؟ يلا حسن الرقم 8 الكيمياء اي اي شنو الاحتمالات؟ اشوف انا ما اريد هيك الاكس واكس نورمال تريد اكس اس ريسيسيفلي بلانشي ريسيسيفلي بلانشي انت عندك ديزيز وعندك مصطلحات تعبر عن الاكس والواي زين اكو مصطلحات علميه ممكن تعبر لي بيها مال انه اكس وهذا تضيع على الكل وضيع حتى علي وعليك زين اريد هسه انا من اقول لك هذا الفينال هذا
الميل اقول انه ريسيسيف لل مثلا للكلر بلايندنس او الهيموفيليا بتظهرت عليه ليش؟ لانه هو اكستينك ديزيز. واضح؟ في شيء اريد تعلق لي عليه بحيث انا افتهم من عندك انت فاهم الوضعيه. ما اريد تقرا لي اكس اكس بي اتش بي اتش واي. يلا اشرح لي مظلوم. وياي؟ وياي ماما؟ يلا احد من جروب اي هذا بي جروب بي رسلت ما جاوبت ماكو احد ما جاي يسمع صوت ها منو انت رسل وأنا ما أريد تحفظوا حفظ أنا أريدكم تفهمون أريد تفهمون وتجاوبوا يلا حللي أوكي ماشي عفية عليك في ميل لو ميل في ميل لو ميل مصابي اوكي زين هسه بالنسبه للجروب بي بهالدقيقه رسول خل اشرح لهم زميلتكم جاي تحلل الموضوع تقول انه احنا الثمانيه من الجيل الثالث هي من خارج العائله هاي كلها وهي سليمه فبما انه هي سليمه فلازم نباوع للاجيال اللي بعدها الجيل اللي بعدها كانت هم فيميل سليمه متزوجه من ميل هم هيلثي والاجيال اللي بعدهم كانوا مصابين عندنا اثنين ميل مصابين هسه وصلنا لاثنين الميل مصابين يلا كمل يا رسول الجيل الرابع نعم شو تتوقعين يعني الاكس شايله الاثنين هم الهيموفيليا وش اسمه لو أو زين وين تنتقلين؟ أي. نعم
Very good. في شيء أريد تحللون. Very good. هذا التحليل أريد تكتبينه على التليجرام. Very good. كلش ناس. في شيء تحليل الصحيح. حل ترجع للأجيال اللي بعدها تشوف شافت الميل مصاب الميل من يأخذ الأكس. ياخذها من الام الاب اخذ من عند الواي فدفنت للديفكت كان موجود بالام بما انه الام سليمه فاكيد عندها اكس نورمال والاكس الثاني هو الديفكتيف اوكي فلازم اكو ديفكت على اكس وحده مو على الاب مو على التو اكس ترجع للجيل اللي قبله الجيل اللي قبله الاب مصاب الام اكو احتماليه انه الام تكون سليمه وهي ماخذة هذا الأكس المصاب من الأب وهو ماكو احتمال ثانية أكس أخذت الأكس السليم من الأم بس الأكس الثاني ممكن يكون الأم تريت هي بكل الأحوال إذا صارت تريت يعني رسس بالأي صفة من هاي الصفات فأكثر أنطي الثمانية راح يصير أكثر من احتمال بس شرط بهاي الاحتمالات كلها إنه واحد من الأكس يا أما يكونوا اثنينهم نورمال يا أما يكون واحد من عندهم نورمال حتى تطلع هي بهذا الشكل الهيلثي فينوتيبيكلي هيلثي فعرفتوا هسه التحليل مالت البيدجري دائما ما تعتمد على الجنريشن نفسه تشوف النكست جنريشن شنو صاير اكو احتمال كومبينيشن اكو احتمال انه كان لينكت جين على نفس الجين التو اليلز او التو في التو تريت كانوا على نفس الجين وانتقلوا للنكست جنريشن لو لا فلازم تحللها ببالك يلا تنطي الجينوتايب ما انطي تحليل ما ينطيني احتماليه صحيحه للاجيال اللي بعد على نفس اللاين راح تحلوا لي السؤال اللي بعد انتم حالينا بس يعني انا ركزت انه اكو الغالبيه منطين شيء خطا بالفيرست او سكند جينيريشن عندكم استفسار اليوم جروب بي كلش صامتين الحمد لله اي 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 مو بس اي جواب اكو سؤال اكو واحد من الجنريشن تردون تناقشونه عليكم السلام ورحمه الله اسمك ماما سابع نعم هذا شو منطقة احتمالية عندك واحد من الأسئلة اللي حلينا هو هذا رقم 7 بالجيل الثالث هو أخذ عند الأب عند هيموفيليا والأم هيلثي هو إحنا سؤالنا كله على هذا كان الأم نعطيها هيلثي لو لا نعطيها إكس يعني هوموزايغوس نورمال أي ها قصدك هي رسسب لحالتي مو أبو أمه ما كانوا حامليهم على إكس واحد وأكيد الأبو ما كان حامل على إكس واحد ليش أكيد شنو الأب سليم من شنو هذا الأب اللي هو رقم 3 بالجيل الثاني مو صح ها العفو إيه بالجيل الثاني رقم 1 بالجيل الثاني صح الأب سليم
نعم. شلون صارت هي هاي؟ وعندنا واحد من الأسئلة حليناه. من يجاوب شنو اسمك؟ إيناس. إيناس تقول إنه رقم 7 بالجيل الثالث ظاهرة عنده كلار بلايندنس وهيموفيليا، وهو جاي من أب وأم بينهم فينوتيبيكلي هيلث. بما انه الاب هيلثي معناه ما عنده لا كلر بلايندنس ولا علي انه اكس لينك ديزيز بوث اوف ذم. والام اذا لو هي حاملتهم على يعني اثنين هوموزايغوس كان ظهرت عليهم الاعراض، معناها هي هيتروزايغوس او ريسيسيف البوث جين. زين شلون نجمعوا سويه؟ هو اخذ اكس واحده عندها، شلون نجمعوا الصفتين سويه؟ المفروض لو ياخذ الهيموفيليا لو ياخذ الكلر بلايندنس. من يجاوب من جروب بي؟ اجاوب دكتوره. جروب بي فاصلين. يلا جاوبي يا عيني، علي صوتك بس. منو اسمك؟ دكتوره طيبه. نعم طيبه. طيبه شوي صوتك عالي. طيب اي دكتوره، هو من طلع لي حامل كلا صفتين اخذ موروثه واي من الابو، وهو الابو سليم ما بشي، الخلل حصل بس بالموروثه اكس، صح هي عندها وحده سليمه يعني حامله صفه واحده، والثانيه هي حاملتهم اثنينهم يعني عندها ميوتيشن بالكولر بولدينج وبالهيموفيليا، فهو باثناء التضريب صادف ان هو اخذ هاي الموروثه فطلع لي مصاب. طلعتش مصاب لأنه هي حاملة صفتين على أكس. من يوافقها بالرأي؟ تقول إنه هو حامل صفتين على حاملة الأم حاملة صفتين على أكس وحدة فطلعت لها. ليش؟ ليش؟ يلا من يطابقهم؟ من يوافقها على الرأي؟ ومن يعكسه؟ يعني شو تفسرين هذا؟ اشرحيها على الجيل نفسه، على الجيل الثالث نفسه. Very good. Very good. بس اكو تفسير بعد همين على الجيل الثالث. تفسيرك هذا انطيتي الحل النهائي. انه هو هذا صار عنده ريكومبينيشن. بس انا ليش افترضت انه هو ريكومبينيشن؟ ليش؟ Very good. Very good. لو هي كانوا اثنينهم على اكس وحدة فالمفروض الذكور يا اما سليم مثل ما قلتي مثل الجيل الخامس، يا اما سليم يا اما حامل الصفتين، هذا linked gene. يعني اذا linked هذا اللي انتم ما مفتهمينه واللي ما حضرت المحاضرة والغالبية فاصلة عن ال اللينكد جين والريكومبينيشن. الفرق بيناتهم انه اذا لينكد جين معناهم اثنينهم على نفس الكروموسوم، اثنينهم قريبات من بعضهم، اثنينهم يتورثون لكل الاجيال. بينما الريكومبينيشن هو هذا اللي توصل له وياكم. الريكومبينيشن انه صفتين على كروموسومات مختلفه، بس بالمايوسيس بروسس اوف مايوسيس راح يصير كروس اوفر
راح يصير الكومبينيشن تجي الصفة من اللي هي الهيموفيليا على كروموسوم وال الكلر بلايندنس على الثاني يصير كروس اوفر تجي الصفتين في شخص واحد يصدف يعني واحد او اثنين هذا بامر الله سبحانه وتعالى تجي هاي الصفتين على جين واحد وتتورث لشخص ثاني فما دام انه بقيه الميرو كل واحد ما ممتلك نفس الصفتين معناه هذه التو تريت التو ريسيسيف تريت كانت على ديفرنت كروموسوم واضحه اللي سالتني من جروب اي ايناس واضح هسه فباوع للجيل كله ما باوع الواحد واثنين اشوف هذول شلون تورثوا الصفات مثل ما مساء زميلتكم شلون ادرسها دراسه كل جيل يعني انطي احتماليه اذا هيجي شنو راح يطلع لي انا مو بس اخلي الاحتماليه اخلي الاحتماليه وارسم البانت سكوير اشوف شنو راح يطلع بالاجيال اللي بعدها راح يطلع مثل ما هو منطيني بالبيدجري لو لا صحيح اللي حكى له غلط زين او صحيح الاحتماليات اللي انا الفرضيات اللي انا انطيتها لو خطا واضح شلون تحلون انا اريدكم تفهمون فكره مو خطا مثل ما قلت لكم دكتور عمان دائما الشيء اللي نعطيكم اياه تفهموه لانه هذا اساس هذا اساس هذا مو خطط حتى تنجحون بالامتحان هذا اساس للمستقبل بعدين راح تشوفون انه كل شيء بالمحاضرات الكلينيكال اللي راح تاخذونها هذا اساسها اذا ما تعرف انت الاساس ما في فرق بينك وبين اي مواطن عادي يجي يعرف له معلومه سطحيه يعني ويقول لك شنو الراجل سواه ربو ضربة أبرة تحت الجلد يصير كل زين. أنت تعرف شنو التفاصيل؟ تعرف شنو الباك جراوند مال هاي؟ شنو الإفكت مال هذا الأمر؟ شنو السايد إفكت؟ شنو الأكشن مالته؟ ليش هي هاي مو غيرها؟ فرقك عن إنسان عادي أنت معلوماتك ديب بالموضوع. واضح؟ أكو سؤال بعد؟ أكو سؤال لو ننهي ناطي الله جروب بي نايمين قاعدين ما دكتورة ما عندنا سؤال ما عندنا سؤال أوكي أوكي شكراً إي جاوب وأنا الشات ما فتح جروب اي ما عندكم سؤال يلا فطوم زين قاعدين ما اسمع صوتكم عبالي هاي لا هسه انتم فهمتوا الفكره ما احتاج المهم انتم فاهمين الفكره نعم اي عشان اللي عنده اي استفسار اي سؤال يخطر على باله بعدين ممكن يسالني على التليجرام خلي السؤال على التليجرام اوكي يلا شكرا جزيلا شكرا دكتور يلا مع السلامه Recordings.